ليس هناك دين أعلى من الحقيقة، ومع أنهم في علامات استفهام عندهم على كيف تصل الحقيقة. يعني هن شوي بيميلوا على العلم التجريبي بس شوي بينقضوه كمان، هلا بنحكي بهذا التفصيل. وعندهم الحية اللي عم تاكل دايلة، والحية رح نحكي عنها أكثر، هي الحية أو التنين يعني، هي ترمز هون للأبدية والتجدد. لكن بالبوذية التيبتية الحية أو التنين هو منظم الكون، هو منظم العبث. بنحكي بالموضوع هي أكثر بضمن الحلقة. وعندنا كمان الصليب المعكوف، أو هو عبارة عن الشمس، حكينا عنه. هو يعني بالسواتسكا يعني بيمر بكذا ديانة ويرمز إلى الشمس، أو يرمز إلى الوسيط ويرمز إلى المخلص، لأنه علامة يعني يرمز كمان إلى الحية. علامة التيب المصرية القديمة هي الأفعى. وفوق عندك الأم الهندوسية، وهي تكلمنا عنها في مجال السابقة، هي يعني الآلهة الثلاث، براهما الخالق، فيشنو اللي بيحافظ على الخلق، وعندك شيفا المدمرة أو المدمر الذي يدمر الخلق. فهذه الثالوث يعني الهندوسي، براهما وفيشنو وشيفا. وعندك النجمي، هن الناس بيفكروها النجمي المسدس اليهودية، لكن الثيوسوفيا هي بتعتبر اليهودية ديانة شريرة وقذرة. يعني ما لا لا يعني بالهلق بنشوف بالعكس الثيوسوفيا تعادي اليهودية. فلكن المقصود من هذه النجمة كذا أمر، منهم المثلث الأول هالفوق، هاي المثلث الأول يرمز إلى الرجل، والمثلث هذا لتحت يرمز لرحم المرأة، فهو عبارة عن التزاوج بين الرجل والمرأة. وأيضا لفوق يرمز إلى الروح، والتحت إلى المادة، وهو تزاوج بين الروح والمادة، مع أنه بالثيوسوفيا المادة هي أيضا من الروح، لكن المادة هي وهم، مثل بالفلسفة المنتلست أو الأيديلست تبع توماس نيجل وتبع بيركلي. المادة هي مثل وهم، أنت تتوهم أنه هي مادة لكن هي فعلا من الروح أيضا. وفي نظرة معاكسة نوعا ما، مثلا نظرة بيثاغورس بتقول لك أنه المادة، أنه بتقول لك أنه الروح هي مادة بسيطة لكن الروح هي مادة أيضا. في كثير نظريات. وأيضا يعني هالعلامة بترمز للعناصر الطبيعية بالتراينجلز، يعني للنار والماء والأرض والهواء. وبالنص أهم شيء بالنص هو يعني الصليب القبطي أو الأنخ سيمبل أو عقدة أيسس. في كتير لها تفسيرات، لكن هي يبدو جاي من عبادة العجل، لأنه كان يعتقد أنه السائل المنوي بالعجل بيجي من ظهره، وبظهر العجل بتلاقوا في عظمة بتشبه هذا الصليب اللي عليه دويرة، والدويرة هي تعني الوحدة أو الرابط يعني، وكمان أيضا تعني التزاوج أو كان في بعض التفاسير. فيعني في كتير يعني دسم الموضوع، بس هني بحطوا كتير شعارات دينية على علامتهم الأساسية. لكن هلأ بنشوف إنه مش صحيح إنه بيوحدوا وبيجمعوا كل الأديان، لا، لكن بس بيبحثوا في الأديان الباطنية، وهلأ نشرح ليه. طيب بس لنشوف إذا حان عنده أسئلة، وأشوف الشاشة شوي. هو المثلث لأنه يرمز للإنسان، يعني هو يعني لهيك يرمز، بس يعني ما في تفسير يعني أوضح من هيك. وكمان يرمز للعناصر الطبيعية، بس هو في يعني في فكر حتى بالماسونية إنه الإنسان هو مثلث، يعني عندك طباعين وأنت تحاول أن توازيهم. تحياتي محمد عرب، تحياتي حبيب نمو. طيب فمين هي هالمدام اللي عم نحكي عنها؟ مدام بلافاتسكي. هلا هي كانت هي امها كانت كمان معلمه جدا، وكانوا هن مثل عائله ملكيه بروسيا، واما عندها كتابات فلسفه وغيرها، وستها كانت اميره.
هي من هي صغيرة كان عندها يعني محبة للسفر، يعني عندها مصاري وعندها وقت فاضي، فسافرت على تبت واجت حتى سكنت حد الدروز بدير القمر بالشوف. فهي كانت متنقلة، وهي كانت أول يعني أيام ما كانت المسيحية بعد بتعتبر البوذية والهندوس مشركين، هي كانت أول من نقل بعض من أفكارهم إلى أوروبا قبل النيو إيج وهو اللي طلعوا واليوغا وهو قبلهم. هي كانت السباقة وكان عليها هجوم من المسيحيين بسبب هذا. لكن هي تعتقد في اعتقادها الأساسي، وهو إذا بدكم العقيدة الأساسية بدين الثيوسوفيا، إنه كان هناك في دين قديم أساسه تبت اسمه دين الحكمة wisdom religion. ومن هذا الدين وهذا الدين حاول أن يعني أثر على كثير من الأديان، منهم احتفظ في أسراره بشكل باطني مثل مثلا الدروز أو الصوفية وغيرهم. فهن بالثيوسوفيا بيحاولوا يدرسوا هذه الأديان إذا بدكم يستخلصوا القواسم المشتركة أو الدلال الديني القديم الصافي. يعني وهذا ما أيضا موجود في أحد رتب الماسونية على فكرة، يعني في تشابه بين الاثنين. فهيك أنا اعتبرت هذه الحلقة أنه هي تكملة للحلقة السابقة. وعندهم أو عندها آراء شوي متطرفة في المسيح، يعني عندها أنه المسيحيين اليوم يتبعون اليهودية ولا يتبعون المسيحية. هي برأيها تأخذ في فكر أستاذ بلوتينس، وبلوتينس مؤسس النيو أفلاطونية. عنده كان أستاذ اسمه أمونيوس ساكاس، وبالعربي اسمه سقاص، أمونيوس السقاص. بفكره هو أنه المسيح كان عم بيحاول يدعي الموجودين إلى ديانة أقدم من اليهودية، وهي ديانة الأصل، ديانة الحكمة، لأنه هذه الديانة قامت اليهودية بتحريفها وتحويلها. فهو ما يعني هو كان يعتبر نفسه مسيحي، لكن ما كان يعتبر نفسه تابع إلى الكنيسة المسيحية الذي يعتبرها مهرطقة، واعتبر أن المسيح يعني عم يدعي بشيء قريب من فلسفة مثلا كونفوكيوس أو التعاليم البوذية، تعاليم بوذا بالأخلاق، تعاليم مثلا كريشنا بالهندوسية، عندهم مثلا مصاحف مثلا الفيتا مثلا بيعلمك الاخلاق والسياسه وغيرها. فهو كان شايف انه المسيح كان عم بيطلع في ديانه قديمه، فهو لم ياتي في جديد، لكن ما اتى به هو قديم اقدم من اليهوديه، فلهذا هو تعارض مع اليهوديه، هذا بفكره. فهني عنده نفس هذا الفكر بالفلسفه. وكان عنده هلق نحكي بضمن الحلقه اكثر، كان عنده عداوات مع المسيحيين ومع الروحانيين، لانه هي كانت تنكر مبدا انه فيك تستحضر الروح، يعني انه او الانسان بيموت وبيضل روحه، ما يعني هي عندها فلسفه معينه بالتقمص وبهيكي، لا يعني تتعارض مع هذا الفكر، واللي هو الفكر الكارتيجي دواليزم، الفكره انه الروح غير الجسد. هي كانت تنكر هذا الشيء. حتى بالتقمص عندها انت يعني انت بخلودك ما بتاخذ معك كل شيء، يعني انا ما باخذ معي الايجو تبعي، ما باخذ معي شخصيتي، انا باخذ معي بعض الطبائع او الفش القديم كما نقول عند الدروز، باخذ معي يعني الانا الروحانيه مش الانا الجسديه، باخذ معي اشياء معينه وبنتقل بتقمص، بس مستحيل انا اموت وانت تيجي تحكي معي بشخصيتي وهيك تستحضرني، يعني تحكي معي انا بشخصيتي وبافكاري وبذاكرتي، مستحيل. هي عندها فكر بيشبه افكار سيدنا حمزه بكتاب الحكمه الدرزي، انه الذاكره لا تنتقد، الذاكره تموت مع الانسان. فلهيك لما قالت هي على الحكي صارت تهاجم الروحانيين، هول بيستحضروا ارواح، السبيريتست المحضرين الارواح مش الروحانيين. لما صارت تهاجم محضرين الارواح صار في مشاكل، صار يقولوا عنا كذابه ومدعيه وهالاشياء يعني، وفي عليها علامات استفهام هي نوعا ما هلا نحكي فيها يعني. وكما ذكرت هي تؤمن انه في اسياد ازليين هن البوذا تبع البوذيه التيبتيه، هن البوذيه التيبتيه بتحكي في خمسه، هي بتقول في موجود سبعه بس اثنين بعد ما ظهروا، وهودي بيجوا بادوار واكوار مختلفه وبيأثروا على الاديان وبيسقوا هذه الاديان بعض من افكارهم اللي هي تعبر عن دين الحكمه. ونفس الشيء الدروز
عندهم الصين الجوانية وفكر مشابه لهذا الفكر. يعني هي متأثرة شوي من الدروز لأنه عاشت في الشوف في دار القمر وتحدثت عن الدروز، وهي أول من قالت أن الدروز أصلهم ليس عرب، في عندهم أصول عربية لكن الأصل الطاغي هو الأصل الكردي والأرامي. هي من أول من قال هيك قبل الدراسات الجينائية الجيناتكس، قبل دراسات الجينوم وهودي اللي انعملت على الدروز وأكدت هذا الكلام. يعني هي كانت شوي مستبقى غيرها بأوروبا، وكانت شوي متعمقة بالديانة الدرزية، غيرها لم يتعمق إلى هذا الكم. يعني كثير من الكتب عن الدروز، يعني عم نحكي نحن بال1800 وقتها، كانوا سطحيين. هي تعمقت أكثر في الديانة الدرزية وتعمقت في البوذية التبتية وغيرها من الأديان. طيب هلا ما نشرح نحن كمان هون البوذية الشمالية شو بتفرق عن الجنوبية، وشو هي تفسيرها للأمر وتفسيرها للباطن عند الأديان والظاهر عند الأديان حتى مثل اليهودية وغيرها. هلا بنفوت بالموضوع بس لشوف إذا في تعليقات. مو عم بقول إنه كثير من المسيحيون اليوم بيقولوا إنه الإنجيليين يهود أكثر من مسيحيين، صحيح يعني بتلاقيهم عم يتبعوا اليهودية وتعاليم الصارمة عم بياخذوا بالحرف نفسه، مع إنه المسيح لما تقراه يعني مبين عم بغير، يعني مبين مش قبلان الشريعة اليهودية. يعني حتى قصة من منكم بلغ خطيئة لا يرميها في حجر، مع أنه هذه أضيفت لاحقا، هي لم تكن موجودة في النص الأصلي. لكن أنت إذا بتفكر فيها خلينا نعتبرها حقيقية القصة، معقول المسيح هو الله والله ضلوا 1000 سنة يخلي اليهود يرجموا نساء، بعدين طلع بعدين لما اجى بهيئه المسيح قال لهم والله من منكم بلغ خطيئه ليرجمها؟ طب ما كان يعطيهم هذا التفصيل قبل ما رجمت شي 2000 3000 مره يعني او اكثر. فهمت كيف؟ فبين المسيح عم يجرب يهرب من الشرائع اليهوديه الناموسيه الظاهريه ليرد، يعني او يرد لفلسفه اقدم، يمكن غنوصيه، يمكن فلسفه القسين، لانه هو يقال انه المسيح كان من لحقه القسين، هنا كانوا طائفة فلسفية يهودية هلأ انقرضوا. وحتى يقال طائفة القسين هي مشتقة من طائفة مصرية كانت تعبد إله مصري. يعني في جدل في هذا الموضوع. لكن قال صحيح. تحياتي حبيبي صدق. طيب هنرجع. فهاي الصورة اللي بيظهروا قناة حبيبنا يوسف شاكرين، هاي الصورة لازم يعرفوها، وهاي مش من البوذية، هاي من اليهودية. وإذا بتعرفوا دبابة المركبة، حملات دبابة المركبة الإسرائيلية، شو اسمها لدبابة الإسرائيلية مش بريء، اسم ديني على فكرة. والمركابة هي المركابة، والمركابة هي المركبة. فبكتاب إيزيكيال الله يوحي إليه مركبة، لكن بتفسير الثيوسوفيا كل دين عنده مركبة وعنده داخل، يعني عنده قشرة وعنده باطن. اليهودية حسب قول الثيوسوفيا الدين الذي يظهرونه هو دين ظاهري مثل المركبة، هو قشرة قاسية حول دينهم الحقيقي وأفكارهم الحقيقية. وكذلك تقول نفس الشيء أن كل الديانات هيك، وتقول نفس الشيء عن البوذية، لكن هي بنظرتها أن بوذا يعني حكى في شريعة إلحادية، لأنه الشعب هو وقتها كان متيم في الخرافات، فأعطاهم فكر إلحادي قضى ونسف على هذه الخرافات. لكن في الحقيقة كان هناك في حقائق دينية، لكن هو بس أعطاها لزمرة قليلة، لأنه عارف إذا بتعطيها للعامي بدها تتشوه هذه القصص الدينية والخرافات، كما حدث في الإسلام واليهودية والمسيحية. كلنا بنعرف يعني عندهم أفكار غير علمية يعني بيصدقوها كآيات، ويمكن هم مشوهين الدين أكثر ما هو ولد مشوه. يعني هو الإسلام ولد غريب
لكن ممكن هن كمان شوهوا اكثر. فهي بتعتقد انه البوذيه الجنوبيه هن اخذوا في النص والقشره، يعني البوذيه الجنوبيه هي الموجوده في سريلانكا مثلا، اما البوذيه الشماليه الموجوده في تبت مثلا احتفظت في ديانه سريه وافكار وكتب سريه. لهيك وفي حتى دوكيومنتريز فيك تحضرهم بتقلك كمان، يعني نفس تقريبا هذا الحكي، انه حتى في قصه انه يعني واحد اوروبي عاتبت يجي يعمل بوذي يحس علينا عم يضحكوا عليه، بنكونوا قاعدين مع بعض وهو يفوت يغيروا حديثهم. يعني عندهم اذا بدكم مش عنصريه بس عندهم عداء للغريب حتى لو بصير بوذي. اما هي قعدت معهم بتبت يعني سنوات عديده وتزعم انه شافت كتاب سري، هو كتاب تفسير سري بفسر كتاب مجلدات عندهم كذا كتاب كمان سريين ما بيعطونا الغرباء. وهلق نحن ما نحكي ما نفوت بهذا الكتاب التفسير، انا ملخصه يعني ملخص الاجزاء منه ما نفوت فيه. بس يعني هي هلق في ناس هون بيقولوا على النصابي، في ناس بيقولوا هون لا البوذيه ما فيها هيك ديانات سريه وما فيها باطنيه وهذا حكي كله فاضي. انتبهوا، يعني في ناس بيقولوا هذا حكي فاضي هي عم تحكي، لكن انا باقتناعي الشخصي حضرت دوكيومنتريز وقاري كتب، فعلا في عند البوذية الشمالية في نوعا ما عقيدة سرية. نعم أنا برأيي يعني، ولا تقال العلن يعني، والأوروبي اللي بيروح بيعلموه المانتراز وبيعلموه أشياء، يعني بيعلموه أشياء بايخة وهو بيصدقها وبيجي فيها، وما بيكونوا ما بيعطوا دينتهم الحقيقي لأنه بيعتبروه غريب عنهم، إنه هن دين مضطهد، هن دين على الجبال كمان. فأنا بصدقها بهذا المضمار، بس في علامات استفهام عن هذا الكتاب السري هلق بنحكي فيها. خلينا نرتاح شوي. فأنا رح أجرب يعني قبل ما أفوت ب يعني أنا شو رح أعمل؟ رح أفوت بكتاب هذا، كتاب السري اللي هي حكيت عنه بكتاب هذا Secret Doctrine، بنفوت فيه وبصير شوي شوي أشرح عن عقائد الثيوسوفيا. هلأ ما رح فيني أشرحهم كلهم، رح لما أخلص من الكتاب بوقف وبنرجع بننط وبنحكي باشياء تانية هنا يذكرنا بالفلسوفيا على قدر ما نستطيع. يعني بدي اجرب اذا بدكم غطي جوانب متعدده للديانه لاعطيها حقها. هو الشرح شوي طويل يعني، نحن هلا باي سلايد ما بعرف، بالسادسه عندنا يعني بعد 30 سلايد، يعني بعدنا بالسته رقم سته، بس انه ديانه مميزه هلا بنشوف باشياء بنلاقي منها كثير متناقل في كثير من كتب السحر و كتاب الأوكلت، يعني كثير من أفكاره بنلاقيها متواجدة بكتب أخرى يعني. وهلق نحكي بالموضوع. طيب فالكتاب اسمه بوك أوف ديزيان، لكن هي كتابة اللي بيحكي عنه اسمه ذا سيكريت دوكتراين أو العقيدة السرية. وهي تزعم إنه هي شافت هذا الكتاب، وما كان ما كان هالكتاب مكتوب في السنسكرتية، كان أو السنسكرت يعني كان مكتوب بلغة اسمها السنزار، وهي رسومات مثل رسومات هيروغليفية، وقال هي عرفت الترجمة. يعني هون في علامة استفهام كمان. وهذا كتاب التفسير بيشرح سبع كتب سرية اسمها الكيو تي، وكمان هذه ولا أكاديمي قدر يوصلها. فلهيك الأكاديمية بتوقف هون بتقول لك ما فينا نحن نفوت. لكن أنت بتلاقي لما تدرس عن الديانات السرية والقديمة إنه كثير من الكتب ما فيك تلاقي لها أصولها. يعني حتى انا عندي بالمكتبه مثلا كتب درزيه حقيقيه وسريه، بس اعطيها لاكاديمي بيقول لك ما فيني اعمل شيء فيها، لانه هو بده يعرف مين كتبها وبده يعرف اصلا من وين، وما هو ما فيك تقول له اياهم او انت يمكن ما بتعرفهم. فهون كمان نفس الشيء، هون يعني كتاب تفسير ما حان غيره شايفه عن سبع كتب ما حان غيره شايفهم، او هي مش شايفتهم، عن سبع كتب لا هي شايفتهم ولا حان غيره شايفهم، لكن هي بتزعم انه هو كتب سريه عند البوذيه التبتيه. لكن نحن يا اخي انا راح اعتبر هذا كتاب ثيوسوفيا ما خصه بالبوذيه التبتيه، بدي ادرسه بدي اشوف شو فيه، ما بدي كثير اعجق حالي باصل التاريخي والمصداقيه، ما بهمني
بيهمني الثيوسوفيا هي بتعتبر هذا الكتاب كتاب حقيقي، فأنا خلينا نشوف شو بيقول هذا الكتاب، هل في أشياء مميزة؟ هلق بنشوف. وأول ما عملت كتاب هذا سيكريت دوكتراين إجاها رد من شخص مسيحي إنه هذا كتاب هي مألفته كله سرقات أدبية. وقال المسيحي إنه بده يفضحها وبده يعمل هو كتاب وما بعرف شو. بعدين المسيحي على أساس إنه هي عنده 200 سرقة أدبية ما عمل كتاب، وصار زلزال بأمريكا ومات ما عمل كتاب. فما شفنا أي دليل إنه هي سرقة سرقات أدبية من كتب، يعني كتب باطنية أخرى. بعدين من بعد ما مات الزلمة بعد سنوات عديدة، في ناس إجوا جربوا يشوفوا إذا هي فعلا عندها سرقات أدبية، ما لقوا 200، لقوا 6 بس، 6 نصوص يعني مبينين مأخوذين من مصادر تانية. بس اتضح إنه معقول هالمصادر هي كمان تفسير، يعني هالمصادر كمان عم تفسر كتب أخرى، فمعقول هذا الكتاب عم يفسر نفس هذيك الكتب اللي عم تفسر هذيك المصادر، فلهيك في تشابه بالجمل، يعني ما في تأكيد إنه هي فعلا سرقت. وهو الكتاب كبير يعني 6 جمل ماشي، هو ذاك كان عم بيقول هي سرقة 200 جملة مثلا. فكمان بس في علامة استفهام على هذا الموضوع أيضا يجب أن أطرحها. وأيضا هي ما فرجت دلائل على وجود ديانة سرية عند البوذية الشمالية عند التبتية، ما فرجت. أنا مقتنع معها، بس أنا اقتنعت لأنه شفت دوكيومنتري الثانية تحكي عن فرق وطوائف سرية ومدارس سرية موجودة، بس هي ما قدمت هذا السر أو هذا الإثبات لأحد يعني، فهون كمان في علامة استفهام. وكما ذكرنا اللي عم نحكيه لا يعتمد في شكل أكاديمي، لكن نحن عم ندرسه على أساس أنه هو يا أخي كتاب مش للبوذية التبتية، هذا يا عم كتاب للفيوسوفيا من القرن 19، وأنا بدي أدرس هذا الكتاب حاله مع عائلة. ما أنا ما بلزقه بالبوذية التبتية، أنا فيوسوفيا بتقول هذا كتاب سري هي بتعتمده ولقيته عند البوذية التبتية كما تزعم، أنا ما رح أغض النظر عن هالشيء، أنا بدي أدرسه على أساس هو مصحف الفيلسوفيا نفسها. طيب يلا هلق بنفوت بالشرح، بس بدي أشوف الشباب. حبيبنا عرفي بيقول المسيحية مزيج بين اليهودية والوثنية. ما هو كمان يا محمد، يوحنا المعمدان قالك انا بطاريتي عم تخلص، يوحنا المعمدان كمان هو كان عنده ديانه مختلفه عن المسيحيه، واجت المسيحيه عملت حالها انه يوحنا المعمدان معه، بس ما هو كان قبله وعنده افكار مختلفه عنا، فيعني في غرابه بالموضوع. فاصول المسيحيه عليها يعني علامات استفهام، هي جذور الوثنية صحيح في كل الأديان، أما المسيحية فيها أفكار كمان بوذية وهندوسية، وفي كأنه أفكار السينز، يعني هني كانوا الطريق الثالث اليهودية، والأسينز متأثرين يمكن بفلسفات كانت موجودة في سوريا وفي العراق، واليهودية متأثرة بالبابلية وبالسومرية وغيرها، ف يعني موضوع متشعب. تحياتي غايث، تحياتي غايث، غايث بيروح على قناة بسبنا بيجي على قناتنا بيمدحنا يعني. طيب تحياتي صاحبنا حبيبنا أحمد إياد. طيب هلا قبل ما نفوت بالنص بدنا نطرح 7 مفاتيح هي طرحتهم مدام بلافاتسكي نفسها. هل هي فعلا اعتمدت هذه المفاتيح في كتب التفسير تبعها؟ صراحة أنا قريت كتب التفسير تبعها، لا يعني هي ما اعتمدتهم كلهم يعني، لكن هي حاطة أنه في نصوص القديمة ما فيك تفهمها، أنت تأخذها هيك على يعني تأخذها مثل ما هي، بدك تجرب تفهمها من نظر الكاتبينها، فعليك أن تعتمد على 7 مفاتيح: فيزيولوجية ونفسية وجيولوجية وثيوجونية. شو يعني ثيوجوني؟ يعني علم الآلهة، يعني هل إله ابن هل إله، وبهالديانة في هيك آلهة وبهالديانة في هيك آلهة، وهندسية وفلكية وروحية. فأنت تاخذ القصة بتمرق على هول 7 مفاتيح لفيك تاخذ منها الخلاصة أو السر، لأنه أنت عم تحكي في حسب هي زعمة عم تحكي في كتاب جدا قديم،
الكاتبين وكان عندهم رموز واشياء ومعاني انت لا تملكها، فانت ما فيك تفسر في شكل واضح هذه الاشياء. هل هي بتعتمدهم لهودي؟ لا، يعني هي ما قلت تعتمد شوي منهم، بس انا شفت مثال عندها اعتمدت السبعه لتفسر نص ما شفته يعني صراحه. يعني بحس كمان هول المفاتيح السبعه نوعا ما، يعني كيف تقول تزمت، يعني نوعا ما انه ادعاء انه هي ما بتمشي فيه فعليا لما شفت انا تفسيراتها لبعض الامور. طيب خلينا ناخذ مثلا مثال عندنا الباستيت اللي هي ترمز الى القمر في مصر. طيب هل المصريين القدماء مثلا هبلان سخفاء؟ يعني شو خص لبساني بالقمر؟ يعني ليش لبساني السوداء هي عم ترمز للقمر؟ حان بيعرف ليش؟ خلينا نسأل الشاب وجربوا اعتمدوا المفاتيح السبعة. هي بس مثال قبل ما نفوت بالكتاب، يعني لأعطي بس وضح النقطة هاي شو. تحياتي بسام. طيب هاي بسام من عندكم من مصر، ليش لبساني السوداء بترمز للقمر داخلكم بالديانة المصرية القديمة؟ طيب خلينا نشوف ليه. هل يعني خرافات واشياء بلا طعمه، او هل في منطق من وراها؟ طيب انا اكثر شيء رح افركز على الفيزيولوجيه، يعني الجسم اللبساني. طيب اول شيء اذا بتلاحظوا عين لبساني بالعتمه بتوسع تعمل مثل البدر، فاقتران جسم، يعني هون اقتران بين الليل واللبساني، عيونه بيفتحوا مثل البدر، فهيك فيك انت تقترنهم في القمر. جسمه اسود يعني فهو يرمز الى الليل، هي حيوان ليلي يتصيد في الليل، فهي ترمز الى الليل، تتصيد يمكن على ضوء القمر ف تربطها بالقمر. هذا مفتاح مثلا الفيزيولوجي. مفتاح النفسي مثلا يمكن لبساني هي يعني هاديه وكائن ليلي، يعني كائن كيف يعني بتاخذهم على المفاتيح المختلفه يعني. فهذا مثال، يعني الفكرة الأساسية هنا أنه الأديان القديمة مش عن صدى كانت تعمل رموزها، كان يكون في سبب عندها، يمكن بعض هذه الأسباب والرموز نحن نفتقدها، بس مش يعني هذه الرموز سخيفة. بكتاب السر المنفوذ فيه اللي هو بوك اوف ديزيان فيه وحوش وفيه أشياء غريبة، بس نحن ما نجرب نفهمها بطريقة نعطي حقها للناس، يعني للناس القدماء اللي كتبوا هذه الرسائل إذا كانوا ناس قدماء، وإذا كتبت بالقرن التاسع عشر كمان نعطي حقها للناس اللي كتبوها إنه هني ما عم يكتبوا قصص خيالية، هني عم بيجربوا يستعملوا الخرافة أو الخيال حتى يوصلوا فكرة ما، حتى يوصلوا فكرة دينية أو رمز ديني معين. طيب بس خلينا نشوف إذا في حدا. طيب ونحن تحدثنا كمان بحلقات الماسونية عن هذه الفكرة إنه الرمز الديني القديم ضاع، لتستخرجه ليست عملية سهلة، يعني حتى بالهيلوغرافس المصريين ما كانوا كل المصريين القدماء يعرفون، كان بس طبقة كهنوت مخصصة، فيعني اللغة مشفرة، يعني بدك تطلع عينك لتعرف تفهمها. طيب هلق بنفوت بأجمل شيء بهذه الديانة الثيوسوفية، أجمل ما هو شيء، وهو موجود حتى بالفيدس، موجود عند الهندوس، بس هو أجمل شيء وهو تعريف الله، ويتفوق يتفوق يتفوق عن الإله الإبراهيمي بشكل فظيع. ليش؟ بيقول لك الله ما لا بيحكيك ولا بتصلي له ولا بيعرف بخطاياك ولا كل هالخرق. الله هو العتمة مطلقة، عبث مطلق كان موجود يعني من أول الزمان وأزل، يعني من أزل الزمان كان موجود عبث مطلق، هو نفسه الوجود نفسه، هو منه كائن موجود ولا خالق موجود. أنت لما تقول عنه خالق أنت عم تعكس خيالك البشري عليه
وعم بتنقص من شأنه، انه بيخلق بإيديه، خلق وجعل وقال كون فكان، ما عم تعطيه افعال، هو اعظم من ان تعطيه افعال. فهني برأيهم الدين الابراهيمي مثل الاسلام وهيك يحتقر الله، يعني الاسلام عاملين الله زلمه قاعد على عرش. قد ما يجوا هلا قرآنيين يكذبوا ويدلسوا ويجربوا يعظموا من هذه الصوره، خلص فكر محمد الفلسفي المحدود وضع الله الاسلامي في قمقم صغير. اما بالفيدس وبالثيوسوفيا لا، بيقول لك الاله هو العبث، وهو نفسه لم يخلق مثل امون في الديانه المصريه القديمه، امون المخفي لم يخلق، لكن صار عندك ايمانسيبيشن، الاشياء ظهرت منه. فبهذا العدم صار في هناك، ما هو العدم عبث، هو مش عدم، هو عتم وعبث. فبالعبث طبيعي، بالعبث انه هي راندوم، طبيعي يصير عندك نوع من انتظام، هذا الانتظام القليل الذي اتى منه العالم الذي نحن فيه اليوم. هذه فكرة قوية جدا، وكمان تتماشى نوعا ما مع العلوم، لأنه فعلا العلم لما درس الكون لقى في عبث وفراغ كبير. طيب، لكن نحن مش هون كمان، ما ننتبه هون ما نوقع في مغالطات منطقية، إنه نفكر إنه هني قديما كانوا عارفين بالعلوم اليوم، لا، يعني هني عندهم كمان بكتابهم كثير من الأفكار التي تناقض العلم، وراح نحكي فيها، يعني عندهم أفكار غير علمية بتاتا، هلق نحكي فيها. طيب، وهون شو بيشبه فكرة الإله عندهم؟ بيشبه العين صوف عند الكابالة. عين صوف هي لا محدودة لا نهائية، وهي لا تخلق، لكن آليات الخلق تأتي منها. فكر جدا مشابه، وفي رابط بين فكر الكابالة هون وبين الفكر الذي تزعم الفيلسوفيا أنه فكر بوذي تيبتي. طيب، وكمان هي بتجرب بلافاتسكي، بتقول انه بقصه الجينيسيس بالمسيحيه او باليهوديه، ما بيقولوا لك الضوء، بيقول لك الله مشى على المياه، انه الضوء مشى على المياه، كان في مياه يعني قبل الخلق. هني بيفسروا انه المياه هي دليل على العبث. وهلك بنفوت اكثر برمزيات المياه والنار بعد الخلق، يعني او بعد نقطه البدايه، اذا بدكم نقطه بدايه الخلق. وكما ذكرت في نصوص الفيداس بتلاقي انه اول شيء كان العتم، يعني darkness was the beginning hidden by darkness by creation of this universe the gods come forward came afterward او come afterward، يعني كان في العتم بعدين الاله قدمه، الالهه اتوا بعد العتم. هاي فكر راديكالي بالثيولوجيا، يعني عندك الاديان التقليديه بتقول لك، او الاديان نحن الابراهيميه بتقول لك لا، بقول لك الله كان من قبل، هون عم بقول لك لا، بقول لك فعلا العتم والوجود نفسه كان قبل الله. هلأ نشرح اين كان الله، يعني او اين كانت اليات الخلق او الاله الثاني، اين كان الوسيط الاله الثاني الذي هو الخالق، لانه بالكابالة وعند الثيوسوفيا وحتى عند الماسونيه الاله المهندس هو الاله الثاني، هو الذي ياتي، هو الوسيط، هو الكلمه the word، هو اللوغوس، هو اللي بيأتي بعدين، هو بيخلق، هو الخالق نفسه. هلا نحكي بهذا الموضوع. وعند الغنوصية صوفيا الخالقة، وعند الكفار الشيطان من يخلق بعد سقوطه، وهو الوسيط، يعني هو الإله الثاني. طيب، وهذا النص تفسير للنص الأولاني مش ضروري نقرأه. طيب، هلا نحكي عن الخلق واللوتس، وأين كانت هذه آليات الخلق، أين كانت تختبئ. هلا نحكي بهذا الموضوع، بس خلينا نشوف الشات. لا لا، مو مش ربوبيين، انتبه، ربوبيين فكرهم كمان فكرة أهبل. ربوبيين كمان عندهم الله محرك أول وخالق، يعني هو بنفسه عم بيحرك ويخلق، فأنت لما تعطيه هذه الأفعال أنت تنقص من قدره، أنت عم تعكس خيالك البشري عليه. بالعكس، إن فكرهم أفضل من الربوبية حتى، هو فكر يعني هو مش إلحادي، في إله فيه، لكن هو فكر ثيست بس نون كرييشنست، ضد الخلق. ثيست هو بيؤمن بوجود الله بس ما عنده الخلق، انه واحد عم يخلق، لا. حتى بلوتينس من نيو أفلاطونية ما عنده خلق مباشر، عنده انت اتيت من فايد إلهي حصل. ها، مختلف عن الربوبية.
هلا الربوبيه بيقولوها معقول في يكون ربوبي بيقول لك انا ما بؤمن بالمحرك الاول او شيء هيك، يمكن، بس الربوبيه اللي بنعرفهم يعني الربوبيين اللي بنعرفهم على اليوتيوب لا بيؤمنوا بمحرك اول ومسبب اول، يعني بيقعوا بنفس التخاريف تبع الاديان الابراهيميه. صحيح، والاديان اليونانيه كمان بتقول لك الفوضى قبل الالهه. كل الاديان كانت عم تحكي بالفوضى والعبث. ما هي العبث قادر ان يكون كل شيء، هو عبث، يا واحد يا صفر. فقادر يكون عندك نظام كله عبث ويخلق في هذا النظام انتظام. يعني هن معظم المسلمين والربوبيين ما بيعرفوا شو يعني عبث. عندهم مشكله انه ما بيعرف انه بالعبث بيخلق انتظام، ما بيعرف هالشيء. حياته مش مثلا في مش لاعب هاي اللعبه شو اسمها؟ اللايف جيم، بتحط قوانين معينه وبعدين بصير عندك بتجرب تعبي سكويرز وبصير عندك انتظام، فجاه بصير عندك مروحه عم تضرب مثلا. ما هو في قواعد على العبث بالرياضيات والفيزياء بتعطيك شيء يشبه الانتظام. يعني هذا كمان هي بدها حلقه لحالها، بس هذا فكرهم. يعني هنا عندهم اله، وهذا الاله ما بسبب الخلق يعني، لكن نتيجة وجوده بصير عندك آليات خلق هي بتخلق. هلأ بنفوت شوي أكثر بهذا الفكر. طيب، أجمل اختصار لقيته لهالموضوع هي اللوتس. ليش اللوتس؟ اللوتس بالبذر تبعها الاوراق تبعها تكتمل. غير النبات بتنشق البذره وبتطلع النبته وبعدين الاوراق بتكتمل، باللوتس الاوراق بتكتمل جوات البذره. طب شو تاويل هذا الامر عن الخلق؟ خلينا نفوت بالكبالة. الكبالة هي الطريقه الثالثه اليهوديه. عندهم اربع عوالم، لكن الله موجود في كل عالم. عالم منهم فارغ لكن الله موجود فيه، عالم منهم في بس صفات هني بسمون ملائكة، بس هني مش ملائكة، هم صفات يعني، لكن بعد ما في فورمز يعني ما في كائنات أو شكليات. العالم الثالث في فورمز أو شكليات لكن ما تجسدوا بعد، يعني رسومات أو مخططات. وفي العالم الرابع عالمنا نحن، عالم الموجودات، وفيه الله أيضا. فالله عندهم موجود في العوالم الأربعة، أما عند هؤلاء لا، عند الثيوسوفيا لا. عند الثيوسوفيا في البدء يعني آليات الخلق كانت تكتمل داخل البذرة. وهلق منشوف عندهم كيف الكون ببلش من بيضة مثل بالهندوسية. فعندهم الله كان يعني يكتمل، يعني او الاله الثاني او الخالق، لنقول اليات الخلق كانوا عم يكتملوا داخل هذا العتمه او العبث، كما تكتمل الاوراق داخل زهره اللوتس. لكن هي ما كانت موجوده من البدايه غير بهذا الشكل. ما كان عندك خالق مكتمل ومبدع من الاول، لا، العبث اتى بهذه الاليات الخالق. وهلا بنحكي شو هن الآليات الخالق. وشو المهم وزهرة اللوتس بتلاقوها مستعملة، يعني لما الهندوس بدهم يرسموا الآلهة تبعهم بخلوها تجلس على زهرة لوتس، بكون عرش زهرة اللوتس. ليه؟ بكون البحر، كما قلنا البحر أو الماء هي العبث، وزهرة اللوتس هي وليدة النور. ليش اللوتس وليدة النور أو الآلهة؟ حام بيعرف؟ سهل، جيب عندك بذر لوتس وجرب خليه يزبط، خليه يطلع. شو بتعمل؟ بتحطه بالميكروويف، بتسخنه او بتسخنه بالماء. هو اللوتس بده حرارة ليفرخ، ومع انه بيفرخ على الماء، بيفرخ على الرطوبة، بس هو ابن النور، ابن الحرارة. هو يجمع النقيضين، وهو جدا مهم بهذا التفسير. وهلق نحكي شو رمزية النار والمياه، هن بيرسموا للذكر والأنثى في الطبيعة عند الثيوسوفيا، وهلأ ندخل بهذا الموضوع بشكل معمق. فآليات الخلق والانتظام لم تكن موجودة في البدء،
كما ذكرنا أصل الكون هو العتمة المطلقة وهو الوجود نفسه البينس، يعني to be البينس هي هو الله، هو الوجود نفسه. وثم يعني ثم صار عندك القوة وهي النور الثاقب أو الفهاد، وهذا الفهاد اللي هو الأب هو بيلقح الأم وهي العبث أو المياه، ومنها يأتي الخلق. هلأ بنشرح تحديدا كيف أتى الخلق. طيب فشو صار بوايدة الخلق؟ الفهاد اللي هو مش التنين، التنين هو الولد، الفهاد هو النار هو الأب، بيلقح بوايدة أزلية في العالم الأزلي حسب النص الستانزاز تبع البوك اوف ديزاين الكتاب السري. فلما يلقحوا توقع بويضة هي بتصير هي بويضة العالم المادي، ومن هذه البويضة يخرج تنين وهو اوياهو. وهذا التنين اينما دخل في العبث مثل والده النار بعالم، بس هو بعالم المادي نظمه. يعني صار عندك كل ما دخل بالعبث صار هذا العبث منظم، صار عندك خلق. فهو فآليات الخلق تبدأ من هناك. بس هلق معقد القصة، يعني في عندك سبع معماريين، ذا سفن بيلدرز أولاد النور، كمان هو بيخلقوا. في عندك عين بتخلق نظامنا الشمسي نحن، في عندك يعني متشعب القصة. هلق شوي شوي بندخل فيهم، بس ما بدي نضيع وقتنا كثير بآليات الخلق، بس عم بعطي صورة بسيطة عن كيف يبدأ خلق العالم المادي عندهم. وهون بالنص عندهم هذا من كتابهم السري: Darkness radiates light and light drops one solitary ray into the waters into the mother deep. يعني بينزل نور على المي بلقحها، والمي هي الأم. The ray shoots through the virgin egg. فبتفوت الضوء بالبويضة. The ray causes the eternal egg to thrill and drop the non-eternal germ. يعني البويضة الأزلية بتوقع البويضة المادية which condenses into the world egg. من هالبيضة بيصير عنا عالمنا نحن. يعني هو البداية من نقطة، هو شبيه لنظرية البيج بانج، بس عندهم حسب ما فهمت من كتابهم الكون لا يتوسع. فهني لا، يعني نظريتهم غير علمية، لكن هي أكثر نظرية فلسفية. يعني هني عندهم يعني انطوى فينا العالم الأكبر، مثل ما أنت يا إنسان أصلك من بويضة، كمان الكون نفسه أصله من بويضة، وكل الأشياء أصله من بويضة. هذا بشرح مبسط. طيب الذكر والانثى، النار والمياه، ليش؟ طب ليش اقترن؟ ليش عندهم بالفلسوفيا يقترن الذكر في النار او الشمس والانثى في الماء او القمر؟ بيعطوك مثلا بقصه الخلق، بيقولوا لك او مره الشمس بعدت عن الماء، صارت الماء لحالها، صار يطلع من الماء وحوش. يعني هي المراه خلاقه، لكن الرجل بيحدد لها نسلة، الرجل هو النار اللي بينظفها اللي بيحدد لها نسلة. يعني الفكر شيء ذكوري، بس شو يعني يعزلون النسويات، بس هو هيك بيقولوا، يعني انا مش عم جيب من عندي. فالماء خلاقة ومبدعة لكن عبثية، اما الرجل نار، يعني الرجل بينظمها بينظفها وبيطهرها وبيطلع اللي بده اياه منها، مثل ما النار بتطهر الحديد وبتشيل الذهب وبتشيل المعادن. نفس هذه الفكرة. ليش اقتران المياه مثلا ليش اقتران الاثنين بالحياة؟ نحن نعرف الشمس نار والنور مفضل على الحياة الذي نجدها على الأرض، صح؟ طيب والماي كمان مفضل على الحياة الحيوانية والبشرية والنباتية وغيرها. يعني النبتة بتسقيها ماي وبدها شمس. ليش اقتران المرأة بالقمر؟ لأنه الدورة الشهرية تبع المرأة حسب دورة القمر. القمر بيجر المي، مد وجزر، بيتحكم بالمي، يعني بيأثر على الحياة أيضا، مثل ما الشمس بتأثر على الحياة، النهر بيأثر على الحياة بالمد والجزر، معقول يعمل لك فيضان. فهني بيعتبروا عنصر الذكر والأنثى في الطبيعة هو النار والماء. بعد ما طلع التنين بالعالم المادي قدر على العتمة، صار في عندك كله نار ومياه. يعني هنا عندهم كل كوكب كان شمس مشتعلة بعدين صار كوكب. ف
يعني يصير عندك شمس محترقة، الأب يعني يخلق الشمس المحترقة تبرد مثلا، يصير عليها مي، تفاعل المي والنار هو يخلقك الحياة عليها. في آليات خلق كمان تخلق يعني، بس أنا عم بعطي صورة مبسطة. طيب خلينا بس نشوف الشات شوي. تحياتي ثم ما لا، هي البيضة، مش البيضة مش من الإله، هي البويضة اللي حصلت هي من العبث. يعني هو صار العبث أنتج الفهات اللي هو الأب الذكر، وهذا الذكر لقح العبث نفسه، لقح بويضة بهذا العبث، والعبث في يكون فيه حيلا شيء، فهمت كيف؟ فهي يعني الخلق جاء كحادثة ولم يأتي كتصميم، كما عند الفلسفة النيو أفلاطونية أو بلوتاينس، الفايد الإلهي تقريبا نفس الفكرة. وهذا أكيد مميز، يعني الإله الإسلامي أو الربوبي، أنت لما تحده بخالق تحده بفعل، يعني أنت عم تنقص من شأنه. حتى في مشكلة بيقعوا فيها الأديان الإبراهيمية، طيب بيقولوا بدأ الوقت، خلق الوقت، كيف بدأ الوقت؟ ما لا يبدأ الوقت بده وقت يبدا فيه، كل شيء لا يبدا وينتهي بده وقت. لما تقول الوقت بدا يعني معناتها في وقت اخر، وهاي الوقت اخر لا يبدا بده وقت اخر. واذا بتقول انه الله ترافق مع وقت ابدي، طب امتين قرر يخلق؟ اذا قرر من البدايه يخلق يعني مش غايته يخلق، يعني هو مجبور يخلق، يعني امتين يعني بعد مثلا 1000 سنه قرر يخلق. ايه بس ما هو ازل، هو ازل مطلق، الازل المطلق ما بيوقف وبيخلق. فهو في يعني الاديان الابراهيميه هي بتعكس خيال البشري، انا كانسان بحرك وبخلق وبولع وبطفي، وبيعكسوا هيك على الله. بس الله ازل وليس اله شخصي بديانه الثيوسوفيا، هو اعظم من ان يكون خالق. بالعكس، اليات الخلق الذي خلقتنا هي وضيعه، اللي بيركز عليها الاسلام المسيحيه، هن بالثيوسوفيا وضيعه، اليات خلق بسيطه اتت من شيء، من اله عبثي عظيم جدا وفوق مخيلتنا وادراكنا وذكائنا. فمثلا طيب عم تقول بس انت انه المياه بتطفئ النار فهي الاقوى، ايه بس النار من تحت الماء بتتبخر المياه، ولما تغلي المي بتنضف، يعني هن كمان ما هن عن النار فضل على المياه انه بتنظفها. يعني ف ما بعرف، انت بتعمل قهوه انت على بارده؟ لا بتسخنيها بالنار. عنده كمان لفتني، يعني هلا ما راح ادخل بكل التنظيم الفيزيائي تبعهم والنظريات الفيزيائيه، لكن عندهم كم شغله ما نتوقف عليها ونفكر فيها. بس يعني قديش صرنا؟ رح يصير لنا ساعة، يمكن بعد بدنا ساعة، صرنا بالنص تقريبا. طيب التنظيم الفيزيائي عندهم انه الاب الفهات، الاب يعني والعبث الام، بيعملوا خيط عنكبوت بالكون. يعني هني بنظرهم انه ما كان يعرفوا بالجاذبية وهالقصص، بنظرهم انه الكواكب والنجوم علقانة مثل ما هي، انه في كانوا في خيط عنكبوت خفي هو معلقهم مع بعض. فكرة جميلة نوعا ما، بس أكيد غير علمية. وكمان بيحكوا بشيء هو الدواليب. هن بنظرهم كل شيء كان يتحرك بالسماء له دواليب، مثل المراكب اللي على الأرض بيتحركوا. لكن بالتأويل الجديد تبع الثيوسوفيا بيقولوا لك يمكن هودي حلقات دوران الإلكترون وغيره، لكن هذا مغالطة منطقية. يعني الأرجح هن كانوا فعلا يعتقدوا إنه في دواليب بتحرك الأشياء في الكون. لكن يعني بتضل، يعني هل هن برمزيتهم الدينية كان هذا الدولاب يرمز إلى مثلا الطاقة أو شيء ثاني؟ ما بعرف، بس موجود يعني، بس ما في تأكيد إنه بدل على حقيقة علمية نعيشها اليوم. لا، هاي مغالطة منطقية، هاي تكسس شارب شوتر، ناخذ شيء ديني بنقول هذا بدل على شيء علم موجود اليوم. يعني نحن بنكون عم نشبه تفاح ببطاطا يعني، أو تفاح بليمون، أبلز أند أورنجز، بس نحن بعالمنا هذا بنقول بطاطا.
كمان عندهم فكرة جميلة إنه الشمس الحالية تبعنا هي ليست الشمس الأساسية، كان في شمس قبلها وأحجبت، هي مذكورة يعني من دون تمويه، مذكورة هيك. طب شو هي هالشمس الكونية اللي أحجبت؟ معقول هي الثقب الأسود لأنها هي في وسط يعني مجرتنا مثلا؟ هل هذا هو؟ يعني عندهم فكرة الشمس المحجوبة، وهذا هي أكيد تقارن مع العين الثالثة. هلا نحكي عن العين الثالثة، عندهم بفكرهم وكيف اختفت. هني بيعتقدوا أن البشر أو بالخلق أول شيء كان عندهم عين واحدة، بعدين فقدوا هذه العين وفتحوا العين الثانية تبعنا، وبيعتبروا هاي العين الثالثة هي يعني كما يقال باليوغا وغيره هي باب الروحانية، بس هنا عندهم نظرية بيولوجية لها هلق بنفوت فيها. وعندهم كما ذكرت أنه كل الكواكب بدأت كشموس محترقة، وهذا قريب على العلم. هني ما بيعرفوا هني انه الغبار اتكتل على بعض وصار حامي، لا، بس هني عندهم انه ببلش كشمس محترقة وبينطفئ الكوكب او الشمس، يعني قراب شوي على الفكر العلمي بس غير متطابقة الافكار. هلق ما نحكي عن، وعندهم كمان اكيد الخلق كله بسبعات، كل سبعة فيها سبعة فيها سبعة فيها سبعة، يعني كل شيء سبعة. بس هلق ندخل كيف بيوافقوا الأمور، في أشياء بيقولوا ما ظهرت كلها وفي أشياء بيقولوا ظهرت كلها، هلق نحكي فيها. جيش القطط دخل معنا من حي جيش القطط. طيب هلق شو قصة السبعات؟ هلق نقول هني عندهم ما بيبرروا ليه، بس بيقولوا لك كل شيء بالعالم في عنده سبعة، كل شيء سبعات، حتى العناصر الطبيعية سبعة، بس خمسة ظهر منها واثنين بعد ما ظهروا، هاي حسب التفسير الفيلسوفيا. وهن بيعتمدوا على العناصر الخمسة حسب أفلاطون، يعني النار والهواء والأرض والماء والأثير. وأما الأثير مش كله تجلى، البعض منه تجلى، والأثير هو يعتبر الرابط الكوني أو المادة الأساسية للكون على فكرة. لكن هو الأثير إجر معنا إجر مش معنا يعني، أما البقية الماء والأرض والهواء والنار معنا، وبيعتقدوا بالأجيال السابقة ما كانوا معنا، يعني في جيل بس كان في نار، وفهمت كيف؟ وهيك يعني، مع إنه يعني فهن المياه اللي كانوا عم يحكوا عنها مياه ونار غير المياه والنار بالعناصر، لكن هنا عم يشبهوها بالمياه والنار، قصدهم بالمياه أكثر العبث وبالنار أكثر التنظيم. هي بس لنكون واضحين. عندهم اكيد سبع سماوات، عندهم سبع مراحل في الخلق، وبيعتبروا نحن الكون تبعنا بالرابعه، يعني بعد عنده مرحله الخامسه والسادسه والسابعه بعد ما دخلناهم، يعني بعد يعني لما نفوت بالخامسه مزبوط بصير عندنا الاثير اكثر، بالسادسه بيطلع عندنا عنصر جديد، وبالسابعه بيطلع عندنا عنصر جديد. وحتى كوكب الارض بيعتقدوا في سبعه كواكب ارض، هاي كمان موجوده عند الدروز وبعض الطوائف الإسماعيلية، سبع كواكب أرض، بس أنت ما بتشوفه لأنه هني بأبعاد تانية أو غلافات تانية، فأنت ما بتشوفهم، بس نحن الأرض اللي نحن عليها هي الرابعة، بس في سبعة غير، يعني في سوري في ستة غير، هني سبعة يعني كتوتل. وعندك سبع حدود في الإنسان، الكتاب نفسه ما بيفسر شو هي، الثيوسوفيا بيجرب يفسر شو هي، هلق نحكي عنهم يعني لما نوصل للاخر نحكي عنهم. في سبع اجيال من البشر، هلق رح نحكي عنهم شو هن السبع اجيال من البشر، وشو الفرق بين كل جيل. وعندهم كما قلت سبع عناصر خمسه بين منهم، وسبع اجيال من البشر، نحن اي جيل؟ مش الرابع، نحن الخامس، نحن الخامس، او هلق نحكي بعد يعني بعد في جيل سادس رح يظهر وجيل سابع، نحن الخامس يعني. فهلق نحكي عن التطور عندهم، هو مش تطور دارويني، هو نوعا ما اندراج، هلق نحكي عن الاندراج، وهون في عندهم تطور يعني طالع وتطور نازل بيلتقوا مع بعض، هلق نحكي عنه. بس خلينا نشوف الشات شوي وارتاح. ايه سبع طبقات وايام سبعة، صحيح صحيح.
لكن هن يعني ثيوسوفيا كيف بدي اقول لك، انه بنكوك بالسبعه يعني بيدفشوا عليك السبعه يعني. حتى يا اخي حتى البوذا التبتية تومبا وغيرهم هني خمسة، هني خمسة وبصورهم خمسة. لا الثيوسوفيا بتركز انه هني سبعة بس اثنين ما ظهروا يا اخي، ما هني جماعة عم صورينهم خمسة. وأولهم الكلمة يعني الحدود البوذية التبتية الخمس هني الكلمة والسابق والتالي والحاضر والنفس. عندهم الحاضر، الحاضر مش موجود عند الدروز، نحن عندنا حدود الخمس غير يعني. عندنا العقل والنفس والكلمة والسابق والتالي. البوذية التبتية عندهم الحاضر، يعني هو الوقت الحاضر، هو الحد الحاضر. هي الثيوسوفيا بتركز انه لا سبعة، في اثنين ما ظهروا بعد. طيب خلينا نحكي كمان هون البيولوجيا. طيب ما عندهم تطور بيولوجي انه الانسان اصله قرد والقرد اصله سمكة، ما عندهم يعني. بس عندهم تدرج يعني، عندهم مثل اعتبروا مملكة اسمها مملكة الأحجار ومملكة الحديد ومملكة النبات ومملكة الحيوانات ومملكة الإنسان ومملكة البوذا أو مهد بربله الخالد أو قصر المحبة أو المخشى تبع الهندوس، وعندهم الآلهة، مملكة الآلهة يعني عندهم سبعة. فعندهم تدرج حجر حديد نبتة حيوان إنسان بوذا إله. بس مش يعني إنه في تطور، لا يعني عندهم تطور بس داخل المملكة نفسها يعني. ما عندهم القرد ما بيصير إنسان عندهم مثل بالفكر الدارويني، لا هاي ضروري نوضحها. عندهم تدرج مثل ما عندهم تدرج إخوان الصفا اللي كانوا في العراق والبصرة، اللي عندهم حتى إنه القرد بآخر مراحل تطوره بيصير بيشبه الإنسان يعني، بيضلش عنده غير قفزة ليصير إنسان بس ما بيصير إنسان حسب إخوان الصفا. فهني عندهم فكر مشابه، لأن إخوان الصفا وغيرهم أخذوا من الفكر الهندوسي اللي هو قريب على فكر البوذية يعني. لكن الإنسان عندهم قبل الحيوان يعني، مع أنه مملكة الإنسان أعظم من مملكة الحيوان والنبات، لكن الإنسان بأجياله قبل الحيوان هو يعني. هلأ بنشوف الأجيال الإنسان في جيل معين، الإنسان بيتعلم التزاوج من الحيوان وبيكتسب عظامه صلابة مثل الحيوانات. بس قبل هيك الإنسان بيكون شبح وبعدين بيصير الإنسان الحالي اللي بنشوفه هلا. فكمان وتدرج الإنسان على أجيال سبعة يعني، كما قلت إذا بدكم الكينجدومز الممالك سبعة، والإنسان نفسه أجيال سبعة، كل شيء سبعة يعني. طيب وعندهم فكرة جميلة جدا، هلك أنا شوي عم ببسط الأمور، هلك بهالسلايد بفوت بتعمق يعني بهالأمور. عندهم كمان فكرة جميلة إنه الإنسان ليرتقي لما كان درجة ثالثة أو جيل ثالث ليلتقي على الجيل الرابع في كائنات روحية سبقته يعني، هي من جيل سبعة صارت توقع وتندمج فيه يعني. قانون الكارما يحاسب الفوق، فالفوق يوقع، لما يوقع الفوق انت بتطور البيولوجي تندمج فيه فتكتسب منه الوعي والاخلاق والفكر والعقل. وليش الفوق صاروا يوقعوا؟ لانه تلت منهم رفضوا ان يحسنوا من الانسان، وتلت اخر شفق على الانسان انه لقيه بالجيل الثالث الانسان بهيم عم يدبك راسه بالشجره وحشي واهبل، فشفق عليه فنزل يساعده. ففي يعني وفي ناس قانون الكارما والمحاسبة الموجود بالكون هو نزله لتحت والإنسان ارتقى من خلاله يعني مثل فكرة إنه الشيطان، سقوط الشيطان على البشر عند الكفار، سقوط الشيطان على البشر هو اللي خلاك أنت تكتسب النفس والروح والعقل. فالشيطان مش شيء شرير يعني، الشيطان سقط نعم، بس ما هو سقطه لعنا للشيطان خلتنا نندمج فيه فاكتسبنا منه اذا بدكم الوعي والعقل والاشياء اللي بالتطور المادي او البيولوجي ما بنحصل عليها. طيب هلا نحكي بالموضوع اكثر.
اساس الاساس هو مثل فكره الغنوصيه بادم كادمون اللي هو التمبلت، يعني الخلق، خلق الانسان كيف صار. في انسان هو النموذج، هو شبح، هالشبح بلشت هناك معه، او الخيال البشري، يعني هم بيسموه بالكتاب الديزاين بيسموه الروح الحيوانيه او الخيال الحيواني. هو هذا على نسقه تعمر كل الناس، حتى اذا متعمقين شوي ببوكيمون، هذا للاولاد الصغار بوكيمون. ببوكيمون سارقين هن فكره الغنوصيه، يعني عندهم كيف انخلقوا البوكيمونات. عندهم مثلا عندهم آلهة بوكيمونات مثل أركيس بعد شو، بعدين عندهم أول بوكيمون من البوكيمونات الغير آلهة كان ميو. ميو صار يعمل ميو نماذج من حاله، وكل نموذج مثلا هذا يروح على الغابة، هي يروح على الصحراء، هي يروح على الثلج، وكل ميو تغير وصار بوكيمون. فالنموذج تبع البوكيمونات كله مين هو؟ ميو. هاي الفكر غنوصي، نفس الفكر الغنوصي بتلاقوه عند آدم كدمون. آدم كدمون هو تمبلت بس للبشرية نفسها. فهني منبلش من هناك. فالجيل الأول هو نسخ عن آدم كدمون، وهني يسمون أولاد اليوغا، وكان لونهم مثل لون القمر، يعني رمادي أو أصفر، يعني كما يتغير لون القمر. بس كانوا أشباح، يعني دون ذكاء ووعي وجسد وجنس، ولا تؤثر عليهم العناصر الطبيعية، فهم نوعا ما خالدين، يعني ما بيموتوا شيء، ما بيموتوا من شيء. بس كانوا أغبياء، يعني كانوا أشباح وما بلا فكر، يعني ما فين يعملوا شيء، كانوا أموات. يعني هو يسموا أولاد اليوغا. ليش أولاد اليوغا؟ لأنه هني باعتقادهم اليوغا بيخليك يعني توصل لمرحلة صفاء، تتحرر فيها من العناصر الطبيعية ومن الشهوات والأهواء الجسدية. بس هذا كان الجيل الأول، يعني عندهم هو يعني أدنى جيل، هو نسخ عن آدم كدمون الإنسان الأول أو الروح الحيوانية. طيب، مع جيش القطط، أنا مش فايت بخلق القطط، يعني كمان القطط لهم 7 أجيال، بيعيشوا عندهم 7 أرواح، كمان على السبعة جايين القطط. بس انا بهالسلايدز ما فت بالقطط. طيب، الجيل الثاني، وهن كانوا لون بشرتهم اصفر او ذهبي، كانوا كما مش بشرتهم كمان، يمكن ما كان لهم بشره، خلينا نقول لونهم كان اصفر او ذهبي. هو كما الجيل الاول بس اخذوا هيئه، اخذوا فورم، لكن بقوا لا جنسيين، ما فيهم يتكاثروا ويتجوزوا. ولكن لما صار عندهم هيئه، صار عندهم مش بشرة، صار عندهم شكل أو جسد، صاروا يتأثروا بالعناصر الطبيعية. بعدهم الجيل الثالث هو من الجيل الثاني، بس اكتسب مناعة ضد العوامل الطبيعية، ضد الحرارة والرطوبة وغيرها. وهذا الشيء صار يولد بالبيض، صار يولد بالبيض وصار يعرق. فلما يعرق يكافح الرطوبة، لأن أنت لما تعرق جسمك عم يبرد حاله، فتكافح الحر مثلا. والرطوبة ما بعرف كيف كان يكافحها، يمكن بامتصاص جسمه للرطوبة، يعني هاي الفكرة، يعني من هالنوع. بس هودي شو صار فيهم؟ كيف إذا بدكم هودي انقرضوا، لأنه صار يتزوجوا بالجيل الرابع. يعني هذا الجيل صار إذا بدكم عنده شوي مناعة على العناصر الطبيعية. اجا الجيل الرابع. هلا الجيل الرابع ما اجا منه لحاله. قوى الخالقة او البوذا بالجيل السابع، السابقين الانسان يعني بمراحل الارتقاء، طلعوا لقوا الجيل الثالث، يعني هن البوذا عندهم ارتقاء 7 غير ارتقاء البشر 7، يعني مع انه البشر فيها ترتقي تصير بوذا. هن القوى الخالقة، خلينا نقول مش الفهات، يعني لا، القوى الأدنى، يعني الخلقت بس هي تحت الفهات. طلعت الجيل الثالث، لقيتهم جديد عايشين وحشانية، في امتعاض منهم. ففي منهم إجا أصلا قشط بحاله بالرطب،
ليساعد البشر يعطيهم وعي وذكاء. وفي من رفض يساعد البشر فقانون الكارما سقطه غصبا عن راسه يعني، وفي منه ضل فوق. فنحن لما هن يوقعوا نحن نندمج معهم في الجيل الرابع، فبصير عندنا من ذكائهم وروحانيتهم وافقهم وهذه الاشياء اذا بدكم الافلاطونيه يعني. فهو عند افلاطون يعني الذكاء هو ذاكره يعني، عن نحن بنصير نتذكر ذكائهم هم. فلهيك نحن نرتقي، لهيك نوصل للوعي الانسان. وهون صار في تغيرات فيزيولوجيه بالانسان. الانسان قصي عظمه، لانه هنا بفكر ثيوسوفيا الحيوان الله يعني مش الله، الاله الثاني او الوسيط او القوه الخالقه اعطته شكله مثل حجاره، كان حجر قاسي شكلته ونحتته يعني، بعدين صار حيوان. فالبشر ما كانوا هيك، البشر كانوا لهلق كانوا كائنات هلاميه يعني ما عندهاش عظم. الجيل الثالث اكتسبت عظم، هذا كما يقول النص الحرفي. يمكن هي عم يتحدث عن مراحل الجنين مثلا، اكتساء العظم عند الجنين، ببلش غضروف وبعدين بيقصى العظم والعضل بنفس الوقت بصير ينمى. يمكن معقول هذا تأويله ما بعرف، بس انا عم بحكي لكم كما جاءت حرفية النص. فيكتسب الانسان عظم، واكيد بيكتسب لغة من الآلهة والقوى الاعلى يعني. فهذا هو الجيل الرابع، هو جيل وبكون البشر بكونوا تايتنز، بكونوا عمالقة. فبصيروا يبنوا مدن صخرية وبيستعملوا الحجارة السوداء تبع البراكين وحجارة بيضاء رخام، هون الأبيض والأسود تبع الماسونية، معقول يكون في ربط بينه وبين هالشيء. طب هو كيف بينتهوا الجيل الرابع؟ بيجيهم فيضان بيسحقهم هن والكائنات الكبيرة، بضل منهم شوي، ونحن الجيل الخامس بقايا هول شوي يعني. الجيل الرابع بيكون في ألوان متعددة للناس فيه، يقال أصفر وأحمر وبني. أما الناس بالبني الذي بصير عليهم لعنة بصيروا أسود يعني، في نوع ما عنصرية ضد الأفارقة هون يعني. الأفارقة هن بالجيل الرابع هن اللي كانوا ملعونين يعني، لهيك صاروا سود. الجيل الخامس بضل في بقايا من الصفر والحمر، العراق يعني الصفر والحمر، وما بيكون في بيض بعد يعني، صفر وحمر وبني وسود. نحن جايين بقايا يعني، نحن بالجيل الخامس بقايا الجيل الرابع التايتنز. بس الجيل الخامس شو بيصير؟ هلق نحكي بالموضوع اكثر. الجيل الخامس بينزل عليه، مكتوب حرفيا بالنص، بينزل عليه افاعي يعني، افاعي بتنزل عليه بتعلمه على التطور والعلم والثقافه، يمكن التكنولوجيا. هلا خلينا ندخل هون في علامه استفهام كبيره، من انها الجيل الخامس مين نزل علينا نحن الجيل الخامس وعلمنا هالامور؟ مخلوقات فضائيه مثلا؟ هلا بنفوت بالموضوع. وهلأ بدي أحكي بعد أكثر عن الجيل الرابع كيف فقد عينه الثالثة، هي العينه الأولى، هي نحن بنسميها عين الثالثة، لكن هنا عندهم هي العين الأولى. وبنحكي بالجيل الخامس شوي. ما كل حلقاتي دسمة، أنا كل حلقاتي دسمة، بس لا بعد يعني ما صليش ساعة، بعد يمكن بعد بدي نص ساعة يمكن وخلص. ايه هي الحلقة دسمة، وحتى هذا فكر الأعراق والأجيال السبعة لقيته موجود من سنتين بكتاب الاف بي اي كانوا منعينه، وما نعرف ليش الاف بي اي منعين هذا الكتاب من يعني، هو كانوا منعينه الاف بي اي بعدين صرحوا عنه. وكان وقت كنا على فورتشن وقتها، وقفا كانت عم يكذبوا هنا ليش لا يمنعوا كتاب ديني الاف بي اي، تأكدت لا فعلا كان من الكتب الممنوعة بأمريكا. وكان بيحكي كمان عن فكرة الأجيال، إنه في أجيال قديمة للإنسان قبل الحيوان وامتزجت مع الحيوان، وكمان أجيال سبعة يعني. هذا الفكر بنلاقيه يعني بكتب أخرى يعني، فهل هو حديث هل هو قديم ما بعرف، بس هو ملفت أكيد. أكيد العلم أثبت النظرية الداروينية يعني، التطور هو حقيقة علمية، والنظرية الداروينية عليها جبال من الأدلة تثبت إنه الإنسان تطور من القرد وغيره. بس هن ايام زمان انه ما كان عندهم تطور، ما كانوا كان يعني ما كان عندهم، كان الفكر الدارويني مش عندهم يعني، بس كان حتى شايفين في تدرج، شايفين في ربط، شايفين كأنه الحيوانات
مثل مسبح، يعني الحيوانات المسبح مربوطه ببعض، مش انه بس انه مش مثل الاسلام والمسيحيه والله عمل الحيوانات لادم، يعني لا، كان هنا عنده انه حتى كل اله، او مش كل اله، انا مسمي كلمه اله بتجرد هون، كل قوة بالبوذيه مجبوره تفوت بالحجره، بالحديد، بالنبته، بالحيوان، بالانسان، بالالهه او بالبوذا، وبترجع للقوى، للالهه او القوى الفعاله بالكون. يعني فيش اله بمعنى الاله التقليدي، انا لما بقول اله هون عم بحكي بالقوى الوضيعه اللي هي تحت الاله، وهو العبث المطلق، اساس الكون والوجود. بس فعلا الامريكان كانوا مانعين كتاب بيحكي بهالموضوع اللي عم نحكي فيه نحن هلا، وبعد انا لهلا ما بعرف ليه ليش مانعينه كانوا هالكتاب، وما في اسرار مخابراتيه للكتاب، يعني كتاب بس عم بيحكي انه كمان عن ديانه الحكمه القديمه وماذا تقول، واخذ افكاره كان الكتاب من ثيوسوفيا، كان ممنوع في امريكا. لكن في شغله كمان بتخص امريكا ما نحكي عنها هلا بعد شوي، بس انا كما ذكرت في كتير افكار عندهم غير علميه، حتى عندهم يعني غير اصل الانسان، اكيد غير علمي عندهم، حتى عندهم القمر اقدم من الارض، مع انه بالعلم بيقول لك القمر اجى من الارض، ابن الارض، هن بيقولوا لا، بيقولوا القمر هي الام، هي ام الارض القمر، وليس العكس. يعني عندهم اشياء غير علميه، بس نحن عم ندرس النص على اساس نص ديني، نستقي الفلسفة والحكمة منه، بس لازم نكون منتبهين انه هذا اكيد كتاب يناقض العلم بكثير من المحلات. فهلك عندهم هن انه الجيل الرابع صار يأثر عليه البوذا السبع، اللي هن يعتبروا بمرتبة الجيل السابع او اعلى، وهن صاروا يأثروا عليه، يعني يعطوه العلوم ويعطوه الدين ويعطوه حتى الملوك والتنظيم السياسي للجيل الرابع، التايتنز يعني. يعني كان في هول مصادر روحيه كانوا مقسمين عليه، هني بيقولوا سبعه وخمسه منهم بس ظهر لهلق، البوذيه التيبتيه بتقول لا هني خمسه بس، يعني هون في اختلاف بين الثيوسوفيا والبوذيه التيبتيه. بس فكر نوعا ما متشابه، يعني حتى عند الدروز والفاطميين والاسماعيليين في اذا بدكم اقتران بين الحكم والله، يعني بيعتبروا الحاكم ما اجى عن عبث، ما اجى هيك، هو الإله والمشيئة الإلهية أتت في هذا الحاكم لمنفعة البشر، لخدمة البشر، للتأثير على البشر بشكل معين. هاي الفكر كمان موجود عند البوذية وعند الثيوسوفيا يعني. وهون بتبلش نظريات المؤامرة عن الماسونيين وما بعرف شو، بيتحكموا بالعالم وبالحكماء بالحكام بالعالم وغيره، يعني هون فيك تركب نظرية مؤامرة على هالأساس. بس فعلا في نوع ما تشديد وأهمية للملوك والحكام، وربط بين الملوك والحكام والله، يعني مش الله كما قلت الإله يعني الأزلي العبث، لا، ربط إذا بدكم بين الحكام وبين القوى الخالقة أو القوى الكونية، منهم البوذا الخمس مثلا. أما الله نفسه ليس إله شخصي عندهم، ولا يتحدث ولا بتصلي له ولا شيء. فكيف الجيل الرابع خسر عينه الثالثة، أو هي وهي عينه الأولى؟ يعني كان برأيهم هن إنه الجيل الرابع من البشر كما الجيل الثالث والثاني والأول، كان يخشعوا بعين روحية، عندهم بس عين وحدة، كانوا مثل السايكلوبس. لكن عندما فقدوا الروحانية بسبب التزاوج والاختلاط مع الوحوش ومع الجيل الثالث، يعني لما صار في جيل رابع كان ضلوا في جيل ثالث، بس الجيل الثالث كيف انقرض؟ مع التزاوج مع الجيل الرابع. فالجيل الرابع هون لما تزوج مع الجيل الثالث صار يرد نفسه للوحشية، يعني صار يفقد إذا بدكم الهدايا من الآلهة، الهدايا اللي أعطوه إياهم الآلهة، ويتحول لطباع وحشية، صار عنده الغرور والعزمة بسبب ضخامة جسده، انه هني بيعتبروا البشر كانوا عمالقة وكبار ايام زمان، اكيد العلم اثبت انه البشر كانوا صغار ايام زمان، وبعدين نحن كبرنا وطولنا، لكن انا كما اقول هني منهم
عن نص ليس نص علمي يعني، وبسبب العبادات الجنسية صار يعملوا معابد للإحاليل ويعضوا الذكري ورحم المرأة وغيرها. فبسبب هذا البشر الجيل الرابع بلش يفقد بعض المزايا الروحية اللي أعطوه إياها القوى الخالقة، أو خلينا نسميهم البوذا السبع يعني. بلش يخسر هذه الهدايا من البوذا السبع ويرد إلى أصله الحيوان. الجيل الخامس نحن يعني هلا بيقولوا هذا النص من عندهم كما ورد عندهم يعني، بس مترجم للإنجليزي. قولوا the serpents الأفاعي يعني، the serpents who redescended الأفاعي الذي نزلوا من جديد، قاموا في سلام مع الجيل الخامس من البشر وعلموهم وأرشدوهم وأعطوهم الإرشاد، أرشدوهم يعني. فنزلوا الأفاعي عليهم مرة جديدة، مع أنه ليك الأفاعي مش مذكورين، أنا ستبرم بالنص، ما مذكورين الأفاعي قبل هيك ولا مرة. مذكورين الأفاعي على أساس أنه بنظموا الكون أو التنانين يعني، بس مش مذكورة في علاقة بين الأفاعي والبشر قبل ما ذكروا النص هون. قال الأفاعي نزلوا وعملوا سلام مع الجيل الخامس وأعطوهم النصائح والإرشادات. طب من هم الأفاعي؟ هل هم مثلا التنين أواهو اللي حكينا عنه منظم العبث؟ هل هم مخلوقات فضائية؟ وفي شيء لفتني كمان بتفسير هي مدام بلافاتسكي، بتقول الجيل السادس راح يكون أمريكا. ليش؟ لأنه أمريكا جابت ناس من أعراق مختلفة وعم بيتزوجوا عندها وصارت قوة عظمى. هي قبل الحرب العالمية، قبل عم نحكي قبل الحرب العالمية الثانية، عم نحكي هي بال1800 توقعت أمريكا بتقضي على الأريانز، على العرق الآري أو الجرماني قبل سقوط النازية وحتى قبل بدء النازية يعني، عم تحكيك من 1800. فهون في علامة استفهام، هل صحيح الجيل السادس حيكون الأمريكان ونحن الجيل الخامس راح يعني يقضوا علينا وهن يصيروا الجيل العالمي اللي راح يهيمن على العالم يعني، فكر الإمبريالية الأمريكانية، هل هي تأويلها صحيح أو لا؟ وكمان هل أمريكا على علاقة مع المخلوقات الفضائية وهن اللي أعطوها هذه القوة والحكمة والعلم ولهيك هي متفوقة على العالم؟ كمان هون في سؤال، في كتير ناس بيعتبروا الناسا والـ NSA هودي على تواصل مع مخلوقات فضائية يعني، هي نظريات يعني فرضيات، لكن أنا عم بطرحها بس يعني، مش عم بطرحها كحقائق، عم بطرحها كتساؤلات حسب ما ورد في النص وحسب ما فسرته الثيوسوفيا نفسها. فهلا الكتاب بيخلص هون على فكرة، الكتاب بيحكي عن الجيل الخامس لسعادته الحياة وبيخلص يعني، عنده أكيد بعض نصوص وبعدين بيخلص، ما في أفكار مهمة أخرى. فنحن ما نرجع للثيوسوفيا، ما نرجع لكتبهم وما نشرح الأشياء اللي ما شرحتها بعد، مثلا 7 حدود في الإنسان الحالي ما نحكي فيها، ويعني صرنا على الآخر ونحكي بأمور تانية تخص في عقيدة الثيوسوفيا وتنظيمها نفسها. مش معروف كم معتنق في الفيلسوفيا يعني، هي أكثر من يعتنقها هو اللي بيتخصصوا بدراسات السحر والباطنية وهيك، ما في إحصاء عالمي عليهم، ما ليسوا منظمين جدا، بس في بعض الكتاب الموجودين على هذه الديانة يقولون إنه هن على ديانة الثيوسوفيا، وفي بعض منهم لا يعتبرها ديانة، يعتبرها فلسفة أو طريقة علمية. طيب
فكما ذكرنا كل شيء عندهم سبعة. هلق هي مدام لافاتسكي بتجرب تقول لك انه يعني هي افكارها ما بتناقض افكار افلاطون وبيثاغورس بتقسيم الحدود البشريه، يعني هن بيقسموها على ثلاثه، هي كمان هي بتقسمها على سبعه، بس سبعه تبعها يعني مبنيه على ثلاثه تبعهم، يعني هالنوع يعني جسم البشري الفيزيكال مان موجود عند شو اسمه افلاطون. هي عندها البرانا اللي هي البرانا اللي هي الحياة، عندها الأسترال بودي هي جسم النجمي، عندها النفس وهي بسميها الكاماروبا، عندها المناس وهو العقل، عندها النفس الكلية، وعندها الأتما هي الروح. بس الأتما معنى ومش معنى، يعني كمان الأتما روح عندها إنه مش موجودة بالإنسان نفسه، بس مثل بتملحه يعني بترش عليه للانسان، بس مش كلها بداخله. والانسان لما يتقمص اكيد ما بياخذ معه كل شيء، يعني ما بياخذ معه الجسم البشري هذا بالاسلام، انه بتقوم بجسدك. يعني هي عندها سخيفه، هي عندها فكره انه انت بتتقمص بشخصيتك وبجسدك، وبهيك فكره سخيفه وفيها غرور. ما انت اصلا نفسك وروحك حسب الفلسوفيا دائما متغيره، إن هو من بداية الخلق في نفس في كل شيء، وهالنفس بغير كل شيء. فأنا اليوم شخصيتي غير شخصيتي بعد 5 6 أيام. فالفكرة البشرية عند المسيحية إنه أنا والله بطلع بنفس شخصيتي ونفسيتي لفوق لعند ربنا، هي عندها هي هبل. أنا بطلع بس يمكن عمق الروحي أو عمق الفكر يمكن يطلع، بس جسدي وأهوائي والأنا تبعي هاي ليش اطلعها معي؟ على كني بينتقدوها، بقولوا باللي هي عم بتقوله شو اسمه؟ باللي هي عم بتقوله عم تلغي الشخصيه البشريه. هي عم بتقول لا، هي بتقول في عنا فرديه، نحن في عنا تميز، بس هالتميز بيكون عميق بداخلنا بالفج العميق بروحانياتنا. بس ما ضروري انا طلع شخصيتي على الارض واهوائي وجسمي حتى يعني فهمت، حتى اكون انا ما انا عليه، يعني ما انا في يتقمص بس جزء مني وجزء مهم، هذا يصعد على النيرفانا او على عالم المثاليات. اما الاسلام مصيبه. الاسلام مش بس جسدك، لا لا، طالع على الجانب اكنيك، يعني طالع على الجانب بدك تعمل سكس وتاكل تفاح وتشرب لبن وخمر ونهر وما بعرف شو ملذات جسدية. يعني الإسلام أبدا مش فاهم فكرة الموت أو فكرة التجلي أو فكرة ما أنت عم بتموت وجسدك، لا، هاي القميص اللحمي البشري عم يقع بالتراب، على القليل تنضف منه، يعني لا طالع تنيك فوق، يعني يعني شوفوا الانحدار الفكري عند الثيولوجيا الإسلامية بالجنة اللي وصفوها. يعني اما الاديان الثانيه عم بيقولوا لك لا، انت بتطلع لفوق، بتطلع الجميل اللي فيك، الروحاني اللي فيك، بتروح على عالم سعاده، على عالم هادئ. وبتعطي مثل هي جميل جدا، بتقول لك تصور انت عندك شو اسمه ام ماتت واولادها صغار، صح؟ ام صبيه عندها ولدين اعتبر، ماتت واولادها صغار، معقول تطلع هي على الجنه بنفس افكارها وجسدها والانا تبعها وبعدها خايفانه على اولادها، ولا بتطلع بس من دون هذه الهموم، من دون هذه اذا بدكم الاغلال الارضيه، بتطلع بس نفسها الروحانيه اللي هي بعيده عن هالامور، هي واسعه يعني اذا بدكم مثل ما يشبه الله، يعني هي عارفه انه اولادها ما راح يصير لهم شيء، خلص ما بتعيش تفكر باولادها، بتصير تفكر بهذا العالم الروحي الذي وصلته اياه. يعني اكثر، يعني انا هلق هذا الداعشي لما عم يفجر حاله مثلا، يعني يطلع عند ربنا، بضل عم يفكر مثلا هل بعبي فيه القداحه الغاز، بضل هو الداعشي عم يفكر مثلا بالدجاجات عنده بالمزرعه بالصحراء بعلبه السردين اللي تركها لرفيقه، يعني بيطلع مثل ما هو لفوق، يعني لما يفجر حاله مثلا، ولا بيطلع شقف، او يعني شو كيف، يعني الفكر الاسلامي جدا ساذج. اما هذه الافكار الموجوده عند الهندوسيه والبوذيه كثير عميقه وكثير
كتير بتشتغل على الروح والأزلية والتغير، بتقول لك في نفس كوني بكل شيء. يعني انا هلا عم بشربها، طب ما هل الارتفاع فيها والاجسام فيها المتحركة وكل شيء فيها عم يتغير بجزئيات الثواني، كل شيء عم يتغير. ونفس الشيء انا بدمي وبشكلي وبنفسيتي وبافكاري، كل شيء عم يتغير. كل ما انا عم برجع بتذكر شيء اللي فسرت لكم اياه عم يتغير عندي شوي، في شيء ثابت، في نفس كوني بكل شيء عم يتغير. فانت لما تحكي، انت لما تفكر بحالك كانسان وانت كوحده ثابته بتموت هون وبتطلع هونيك، او بتموت هون وبتنتقل تقمص هونيك، هذا غلط. انت يمكن بتموت وبتقمص، بس بتاخذ معك بعض من وعيك، بعض من ثقافتك، بعض من الحدود الروحانية عندك، بس ما بتاخذها كلها. الموت هي يعني الموت هي رحلة عندهم، بس لما انت لما تسافر رحلة، انا لما اروح على البرازيل مثلا باخذ معي كل الاغراض بالبيت، باخذ معي البراد مثلا، لا بجيب شنطة صغيرة بحط فيها شوية ثياب، وهي ورحلة الموت هيك يعني تابوت شنطة سفر، بس ما بتاخذ معك كل شيء. وعندهم اكيد عندهم، ما في عندهم جهنم بالثيوسوفيا، مع انه بالبوذيه في جهنم على فكره. والبوذيه عندها جهنم ومقسم، يعني طوابق، بهي الطابق بتتعذب بالماء بسخنوك، بهي الطابق بتنعزل لوحدك بين الغيوم، بهي الطابق ايش بيصير فيك. يعني هي لا، هني ما عندهم، عندهم قانون الكارما للمحاسبه، يعني انت لما تعمل شر انت بتاذي نفسك وبتسقط بافعالك، واذا بتعمل خير بترتقي في افعالك. وبيؤمنوا بالخير الإنساني المطلق، يعني مساعدة كل البشر. وهون يعني بيختلفوا شوي عن فرق تانية أكثر متقوقعة مثل الدروز وغيرهم. وعندهم نيرفانا، وهي هي المخصى أو المكشة بالترجمة العربية عند الهندوس، أو القصر المحبي عند الغنوصيين، قصر المحبة عند الكابالة قصدي، أو مهد بارابيلو الخالدة عند الغنوصيين، الشامبهالا عند اخواتنا البوذيه التبتيه، مهد الاسياد الازليين. هناك انت لما ترتقي بتصير يعني من يعني من البوذا، يعني بتصير من الجيل السابع. بس خلينا يعني صرت انا رح اخلص، بس هلا بشوف الشات وبنرجع له. ايه هي هن ثيوسوفيا ما بيفرقوا بين التناسخ والتقمص. بس عندهم حسب التدريج الانسان ما بيصير حيوان. يعني عندهم الروح البشريه بتسقط، انت بتصير كائن انساني اقل بالمملكه الانسانيه بالاجيال السبع. بس ما بعرف اذا بتصير حيوان وهيك، ما مش واضحه عندهم. بس عندهم يعني عندهم انه عندهم تناسق، عندهم الروح بتمر في كل المملكات، بالصخرة وبالحديد وبالحيوان وبالإنسان وبالبوذا وبالإله. وهيك أفلاطون كان عنده تناسق. لا هي التبتية أفضل في كثير من، يعني عميقة وأكثر في كثير من أفكار الإسلام السخيفة، مع أنه القرآنيين عم يجربوا يدلسوا ياخدوا من هون وياخدوا من هون ويلزقوا على الاسلام، يعني يظبطوه يعني، بس بعده مش ظابط. يعني الناقص بضل ناقص قد ما تزيد عليه. عندنا الله تعالى كمان معنا بالشات، تحياتي لله. بعرفش اذا هو الاله الابراهيمي هو اله سخيف، اما اذا كان الاله البوذي او الاله الهندوسي، يعني مش الاله الهندوسي، يعني العتمه الهندوسيه اللي تحدث عنها الفيدس، فيعني كل احترامنا واجلالنا لهم. طيب هلا في خلق الروح والتقمص، في قصه جميله هي تحكي فيها، بتقول لك قال كان في مبشر مسيحي عم يحكي مع راهب بوذي. هلا الاختلاف بينهم كان انه هنا عند البوذي والدروز وغيرهم بيقول لك انه الارواح كانت دائما موجوده، لا تخلق، يعني لا تخلق عند الانجاب او عند قبل الانجاب او عند التلقيح بين الرجل والمراه. المسيحي لا، المسيحي قال يعني اول ما تدخل السبرم بالبويضة الله بيعطيها روح، يعني الله بيخلق روح.
يعني اتناقشوا بهالموضوع، مبشر مسيحي وراهب بوذي. بقول له راهب البوذي الوصايا العشرة اللي انت تعتبر ان الله اعطاها لقومه، هل يتقيد فيها الله نفسه او لا؟ قال له المبشر المسيحي اي يتقيد فيها، يعني لا يقتل ولا يزني، مع انه يعني الاله المسيحيه يقتل في العهد القديم. قال له طيب، والمسيح بالكتب الغنوصيه قتل ولد، قتل طفل المسيح، بس ما المسيحيين ما بيحكوا عن الموضوع. طيب ف بيقولوا يعني الهك لا يزني. قالوا المبشر المسيحي الهي لا يزني. قالوا طيب انت لما بيك ركبها لامك ولك احلى البويضه، مش الهك اجى واعطاها للبويضه روح؟ يعني هو فات يعني انت عم تنيك مرتك والله عم يلقي لك، يعني الله معك عم تعملوا ثريسوم كنتوا. قالوا يعني هيك بيكون هو زنا، لانه بالبوذيه انت عم تكتسب روح اوريدي مخلوقه، يعني ما عم بيصير شيء، بس بالمسيحيه هو الاله عم يجي يفوت عليك روح. طب هو شو فرقت انت عن مريم لوقتها نزلت روح القدس ولقحت للبويضه مثلا؟ نفس الشيء صار عم بيصير معك. فالمبشر المسيحي حسب القصه ما عرف شو يرد، صار يطلع بالساعه تبعه وهرب يعني. وهي كمان هاي مشكله عند المسيحيه، انه خلق الروح جوات بطن المراه يعني. طب ليه يعني ليش؟ وعند الاسلام كمان ليش الارواح ما بتكون عند الافلاطون والدروز وغيرهم؟ الارواح موجوده اوريدي، لكن ما بتلاقي جسد تتجسد فيه، اول ما يصير عندها جسد تتجسد فيه. فهذا هو الفكر يعني. فهون عندنا اختلاف جذري، والثيوسوفيا بتاخذ بهذا الاختلاف، يعني الثيوسوفيا تنكر خلق الروح كما ورد عند المسيحيه. في المسيحيه كما ذكرت متاثرين الثيوسوفيا في امونيوس السقاص، وهو استاذ افلوطين احد مؤسسين النيو افلاطونيه، وهني افلاطين بتغلبطوا فيه العرب، بفكروه افلاطون، هو بلوتينس هو مش بليتو، هو افلاطين غير افلاطون. طيب عند امونيوس ساكاس بيقول لك رجال الاديان كلهم عم بيكذبوا، يعني كانوا كلهم واقفين قبال بحيره، نفس البحيره الماي، كل واحد بياخذ مي بايده بيقول لك هاي المي اطيب مي ولا؟ قال له انت ما يعني المسيحي بيعمل هيك، قال لك شوف المي ما اطيبها بايدي، المسلم بيجي حده بيعمل هيك قال لك شوف المي ما اطيبها بايدي، اليهودي بيجي حده نفس الشيء، غيره بيجي حده نفس الشيء. لكن هنا فعلا كلهم واقفين حول نفس البركه، وغير هيك الماء اللي بياخذوها بيجوا بيضيفوا عليها وبيغيروها على ذوقهم، بس هي الماء اللي عم بياخذوها هي من الديانه القديمه، ديانه الحكمه اللي بتحكي عنها مدام بلافاتسكي، ويزدوم ريليجن، الديانه الحكمه القديمه التي تشوهت عبر هذه الاديان الظاهريه التي شوهتها مثل الاسلام والمسيحيه واليهوديه وغيرها. فهو بعيد نفس الأفكار اللي ذكرناها، المسيح أراد العودة إلى الدين القديم، وأما الدين اليهودي هو تشويه لهذا الدين ودين شرير، وإلهه شرير، يعني إله اليهودي يشبه شيطان أكثر ما يكون إله. والمسيحيين اليوم يتبعون اليهودية في حلة جديدة ولا يتبعون تعاليم المسيح الحقيقية. فهني الفيلسوفي بتقيدوا في هذا الفكر، وهذا عم نحكي سنة 1800. فلما أنت تحكي هيك حكي بال 1800 في تعصب مسيحي يعني، فبيهاجموا بيهاجموك كثير. في محضرين الارواح او السبيريتس بتقول هي بالفلسوفيا كل شيء له اكسبشن، معناتها بتقول معظم استحضار الارواح هو نصب وكذب واحتيال. طيب بعدين ترجع بتقول لك لكن بظروف استثنائيه، اذا شخص بعده شأنه ميت فيك تستحضر له روحه، لانه بيكون بعد ما انتقل كل حدوده البشريه ما انتقلت للحياه الاخرى بالتقمص، فيك تستحضر له بعض من هذه الحدود، بس بفعلك هذا جريمه نكرومانسي، هذا جريمه بتعتبرها هي، لانه انت عم تتدخل بالامور الطبيعيه لاسباب شخصيه، فانت بتكون عم تاذيه عم تاذي نفسك. عندهم تحضير الارواح ممنوع، لكن بتقول لك معظمه هو تفنيس، لانه ما في روح اساسا، ما في روح
بعد ما يموت الجسد ما في روح عندها فكر، عندها شخصيتك وفكرك وذكائك وذكرياتك فيك تحكي معها، هي بتموت مع الجسد تبعك. فهي كده نصباية كبيرة. ولما هي حكت هيك الوسترن اوكلت اللي بحبوا السحر والشعوذة في بلاد اوروبا وغيرها صار عندهم امتعاض منها، صاروا يهاجموها يقولوا عنا نصابي، يقولوا عنا ما بعرف شو. فكل مشاكلها صارت هناك، وصاروا ينتقدوها انه هي بتلغي الشخصيه البشريه، يعني هي بدل الناس كانت تصير مثل البوذيين الرهبان يعني ما عندهم شخصيه، ناس مثل النحل يعني ما بيفكروا. هيك صاروا ينتقدوها. في حقيقه في انتقاده نعم، وفي حقيقه في انتقادها لهم نعم، يعني بس نحن عم نعطي بس الصوره ما عم ناخذ موقف. في السحر هي بتقول السحر في الغرب الويسترن اوكلت هو تقريبا اذا بدكم كله سكس، يعني هو كله فتشايزنج سكس، يعني ما له اي قيمه. هي بتؤمن بالسحر عند العرب وعند الاسيويين، هن اللي توصلوا لاسرار السحر. اما باوروبا ايامها هي عم نحكي يعني 1800 1900 كله كذب وتفنيس، مجرد يعني ايحاءات جنسيه يعملوا ويقولوا عنهم سحر. لكن هي بتعتقد انه الويلنجنس قوة الإرادة نفسها هي بتخلي الإنسان يغير أشياء بالكون. لكن إذا أنت ما عرفت تستخدمها أنت بتكون عم تعمل سحر أسود وبتكون عم تأذي نفسك والآخرين. بفكرة حتى بتقول لا أنت فرديا تتعلم السحر وتستعمله بتكون عم تأذي حالك. بدك مجموعة مثل الثيوسوفيا مع بعضهم بيفوتوا بأعماق وأسرار السحر، هالمجموعة بتخليك توصل للسحر الحقيقي ولهذه القوى الحقيقية. أما إذا أنت لحالك بدك تعمل 99.9% رح تفشل، وإذا نجحت وما عندك جماعة حواليك وما عندك أشخاص يساعدوك يعني كمان 99% رح تروح للشر وللسحر الأسود. يعني بدك تكون نابغة لحالك توصل لهذه الأسرار، وإذا كنت نابغة وما عندك أخلاق أو حس أو تعمق مع جماعة فأنت رح تروح للأذى. فلهيك هي بتنصح انه تتعلم السحر ضمن جامعتها، جامعة الثيوسوفيا نفسها. هلا في العلوم المادية والتجريبية او الامبيريسيزم والماتيرياليزم، هي بتنتقد العلوم المادية، بتعتبرها وهم، يعني تعتبر فيها حقائق بتجيبها انه هي مبنيه على الاوبزرفيشن والتحقق والتجارب، لكن الكون معقد جدا والكون نفسه حي وعنده وعي. الماديه جدا منظور ضيق، فما في يكتشف كل اسرار هذا العالم ويدخل في كل التفاصيل، وبالعكس هو بيدخل في تفاصيل معينه لكن بيفقد الصوره الكبيره والكامله. لكن هي هون بتعطي فكره سودو ساينتفك غير علميه، يعني بتقول لك انه هن بالثيوسوفيا بيعتبروا حالهم كمان هن امبيريسيزم، يعني كمان هن عندهم علم التجربه. بس كيف قال عبر المديتيشن، يعني لما يتصوفوا لما يصيروا يفكروا في الامور ويغوصوا في الامور، قال هن بيكتشفوا اسرار الكون. بعدين شو بيعملوا؟ اي رؤيه بتجيهم بتكون مبنية على أمور حياتية بتكون رؤية كاذبة فبيلغوها، بيخلوا بس الرؤى المشتركة عند جميع الناس اللي عم يتأملوا عم يعملوا مديتيشن، لأنه هيدي بتدل على الأسرار الكونية. على هذا كلام هبل يعني، بس إنه هي بتعتبر إنه هيدي طريقة علمية عم بيعملوها، وبالعكس بتعتبرها طريقة أفضل من العلوم التجريبية. يعني العلوم التجريبية برأيها مبنية على الميكروسكوب مثلا، على هاي مثلا. طيب ما هذا بتنتزع قزازته، معقول يكون في غبش او شيء؟ معقول هاي كلها اليات الانسان خلقها ففيها يكون عندها اخطاء. اما هي بتعتبر هي عم تكتشف العالم في اليات اعطتها اياها القوى الفوقانيه. فهاي القوى الروحيه الفوقانيه اعطتها اليات اعظم من اليات الانسان، فبتعتبر انه هي علمها افضل في التامل عند البوذيين لما يتاملوا ويصيروا هني نفسهم الكون نفسه، ويحسوا بالكون بذبذبات الكون بأبعد المجرات في جسدهم، وهيك هنا عم بيخترقوا جدار الإنسان المادي ما عم بيخترقوا، وعم يستعملوا آليات أعطتهم إياها القوى الأعلى، فعم يكتشفوا أسرار عن الكون العالم ما فيه يكتشفه عبر الآليات.
الماديه المحدوده. اكيد هذا فكر، هاي فكره تبعها، بس هاي فكره انا بشوفها تجليط واكل خراب، بس هي بتقول. في التنظيم الديني هن متاثرين بالدروز كثير، عندهم طبقتين مثل الدروز، عندهم مساعدين وملتزمين. المساعدين هو ناس بيدخلوا على فيلسوفيا بس بضلهم بعاد، يعني ما كثير بيتعمقوا وما بيعطون الاسرار الباطنيه. يعني نحن كل حكينا عنهم، هن كل الاشياء هي ذاكرتهم بكتبها، بس هو في عندهم قسم من دين الفيلسوفيا معقد جدا، وهو بس يختص بالملتزمين. الملتزمين هن بس بيحملوا الاسرار السحر والباطن وهالاشياء، وهن بيعتبروا انه الظاهر والباطن مش فكره غريبه. يعني مثل ما عندك بيطلع لك واحد سلفي او واحد مسيحي بيحكي ضد الافكار الباطنيه، بيقول لك هودي بيعبدوا الشيطان وما شو، هو هن بيقول لك المسيح نفسه حكي انه لازم يكون في باطن، عيسى نفسه او المسيح نفسه المسيحي. وبكتاب مرقس 4:34 بيقول لك وبدون مثل، يعني without a parable، وبدون مثل لم يكن يكلمهم للناس، يعني المسيح لم يكن يكلم الناس من دون مثل، واما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. يعني على انفراد كان يحكي تلميذه شيء، قدام الناس كان يستعمل امثله ويموه يحكيون شيء ثاني. يعني عنده ظاهر امام الناس وعنده باطن مع التلاميذ. هن بيعتبروا طبقتين تبعهم، اولها ظاهر وثانيها باطن كما وصل المسيح نفسه. وعندهم كمان شيء هو قسم سريه، يعني انت لما تصير ملتزم بتاخذ عليك قسم سريه انه ما تطلع الاسرار لبرا، مثل ما بيصير عند اخواننا المسيحيين. وحتى بعد الرده، يعني حتى لو انت تركت او حتى فيهم هن يطردوك، على فكره جامعتهم كثير قاسي وصارمه، حال خطأ بتردوك. حتى بعد الطرد انت ملتزم عليك بقسم السريه، لان انت اخذته على نفسك حتى لو انت خرجت عنه. قسم السريه انه ما تحكي عن اسرارهم الداخليه. والملتزم يتخلى عن الانا، يعني كل شيء اطماع نفسيه او ذاتيه تتخلى عنها، انت بتصير خدام للبشر وخدام للجماعه. يعني وهون اكيد هون في الانتقاد انه هذا بيلغي الشخصيه والفرديه في الاعضاء، بيصيروا مثل خليه النحل يعني. بس هني بنظر الفيلسوفي هذا شيء جيد، انه هاي الاطماع كلها اطماع جسديه ومحليه، اما انت لما تصير تخدم الخير البشري وتصير في جماعه هكذا، انت بتصير تطلعاتك يعني مثل الرهبان، يعني بصير عندك تطلعاتك للسماء وليس للارض. والملتزم عليه ان يقدم المال ليساعد الاخرين، عليه ان يحارب الشر العالمي يعني ما وجده، يعني التزامات صعبه جدا صارمه. وكمان الشق عنه جميل جدا، هو كمان موجود عند الدروز. كان يعني موجود عند الدروز. الملتزم عليه كمان يساعدهم بالبحث الديني، يعني هن كما ذكرنا عم يبحثوا عن الديانه القديمه، هي ديانه الحكمه او الويزدم ريليجن. لما لا يدرسوها عم يلموا بقايا اديان اخرى باطنيه، وفي منها سريه ومنها معقده، بيدرسوا كابالا وبيدرسوا الغنوصيه وبيدرسوا الدرودز بايرلندا وبيدرسوا الاديان الاسكندنافيه وبيدرسوا اديان مصر القديمه وطوائف مصر القديمه وغيرها. ف الملتزم بيساعدهم في هذه الدراسات، يعني هنا مثل ستادي جروب. الملتزم بيساعدهم في هذه الدراسات وبيقدم لهم افكاره وهيك، بيشاركهم بالنقاشات، بحل معهم مشاكل فلسفية، بتعطي هي مثلا عن المشاكل الفلسفية في كتاب هو مثل كتاب سؤال وجواب عن الثيوسوفيا اسمه ذا كي تو ثيوسوفي. بتقول مثلا الذاكرة، كيف بدأت الذاكرة؟ هي مشكلة فلسفية، ما هي الذاكرة؟ هل الفلاسفة بيشرحوا الذاكرة 3 أنواع؟ يعني عندك النوع، عندك الذاكرة بتتذكر دغري أو الذاكرة القريبة، عندك الذاكرة اللي بتتعمق ترجع بتكب الفكرة، وعندك الذاكرة اللي ما بتتذكر الشيء بس بتتذكر شيء غباش عنه، فأنت بتبني على هذا الغباش. هذا كمان نوع من الذاكرة، في 3 أنواع. ليش في 3 أنواع؟ شو الأبعاد الثيولوجية الدينية الفلسفية لهذا الأمر؟ فكمان الملتزم عليها أن يدخل في نقاشات فلسفية ونقاشات دينية معهم، وأن يأتي في جديد لهم. يعني هن مثل ستادي جروب، يعني هن مثل فرقة لدراسة الأديان. فهنا وصلنا للآخر، يعني طولت شوي، صار لي ساعتين.
فماذا أقصد، ماذا يقصد أبو لبنان بالعودة إلى البوذية التبتية؟ طيب، هل أعني العودة إلى البوذية الأصلية اللي هي فكر إلحادي ينكر الآلهة والأصنام؟ نوعا ما إيه. هل أقصد ربط الأديان المحدودة الظاهرية الناموسية كما الإسلام واليهودية والمسيحية، مع أنه في طوائف ضمن الإسلام واليهودية والمسيحية هي باطنية وحتى منها توحيدية، يعني هنا الظاهر والباطن، والتوحيدي هو باطن الباطن الذي يجمع كل أسرار الأديان ليصل إلى تواصل مباشر مع الله. الثيوسوفيا توحيدية، الماسونية توحيدية، الكابالة توحيدية، دروز توحيدية، غيرهم الماسونيين توحيدية، الروزيكروشنز توحيدية على سبيل المثال. أما الباطنية مثل الكاثوليك والشيعة البيدرسوا أسرار الدين بس ما عندهم التوحيد. طيب، التوحيد بمعنى الجنوسس. فماذا أريده؟ هل أريد أنا أن أربط هذه الأديان الظاهرية بالأديان القديمة حتى ألقحها في روحانية أعمق وفي أفكار أفضل وأجمل؟ كمان نعم. وهل أنا قدمت ما قدمته لأرد على أفكار السخيفة عند المسيحيين والإسلام من ضبط دقيق، ويعني وين ما يشوفوا شوية التزام بيقولوا الخالق إله الفجوات؟ نعم، عم نحكي في دين فلسفي بيقول لك حتى أصل الكون وأول شيء كان في هذا الوجود هو العبث المطلق، وهذا هو الإله الحقيقي، لأنه هذا القادر أن يكون كل شيء. أما آلية الخلق لما يصير إلى شكل ويصير إلى فعل ويصير إلى وقت ويصير إلى زمان ويصير إلى بداية ونهاية، هذه صارت فكرة، هي محدودة، هي عيب نقول عنا الله، عيب نقول الإله هو الخالق، نعطيه غاية ونعطيه غاية وفكر وفعل وأشياء بشرية، وهو أعظم من هكذا في كثير. فهذه القاعدة أو هذا المجلس من مجالس الحكمة يعني كان لنفض هذه الأفكار، لنشوف أنه حتى في متدينين يرفضون فكرة الخالق وضبط الدقيق وهذه الأفكار، وعندهم أفكار أكثر معقدة وأكثر جميلة وتتعمق في هذا الوجود، حتى تتعمق في الخلق، تعطيك آليات للخلق. والكابالة نفس الشيء، عند العين صوف ما بتخلق، العين صوف هي غير محدودة ولا نهائية. ففي احترام أكبر بكثير لله من الأديان مثل الإسلام والمسيحية الذي هي في كتبها كما القرآن تحتكر الله، تجعله ماكر، تجعله يعني بشري في امتياز، يعني والوحي الهدهد بيتكلم العت بيتكلم والشجرة بتتكلم وهالأشياء باليهودية مثلا، الإله بيزر كله نار ودخان وما بعرف شو. أما هول الأديان عندهم احترام أكبر لله. فهذا كان يعني المعنى، إذا بدكم الحكمة من هذه الجلسة. دخلنا في تعمقنا في ديانة الثيوسوفيا، بس بعد في أشياء لم نتعمق فيها بأمور السحر والأرواح وهالأشياء. هاي بدك أشياء داخلية، بدك إرث شفهي عند الثيوسوفيا أنا ما فيني أدخله، بس عندهم هني فكر محدد في السحر وغيره. أنا أكثر شيء دخلت إذا بدكم على كل الجوانب بطريقة بسيطة، يعني جربت بسط أكثر ما فيي ودخلت في الخلق عندهم، خلق الإنسان وخلق الكون وغيره. فإذا عندكم أسئلة تفضلوا، إذا حدا بده يطلع يعمل مداخلة يكتب، يمكن ما ياخذ مداخلات لأن إجمالا ما عم بيكون في ناس بتطلع تعمل مداخلات، الناس بس بتحب تطلع تعمل مداخلات على أشياء بتكون هي بتعرفها مسبقا، لما تعطيها شيء جديد الناس بتخاف باش تطلع. طيب، إيه صحيح، ذكرت أنا فهد قبل ما اندفتت إنه هنا عندهم ظاهر وباطن، نحن أكثر شيء تعمقنا بالظاهر حسب كتب مدام بلافاتسكي، بس في بعض يعني ما فيلوسوفيا بحر واسع، كل ما شربته بتعطش اكثر.